النهارده الاسبوع الجاي بالكتير نصه، حتى هنخلص الجزء الايه الترمينولوجي الديفينيشنز بتاعتها ونبتدي بقى نقدر نخش في الايه المنهج. احنا زي ما احنا قلنا، تعالى الاول نلخص كده اللي احنا قلناه في الاسبوعين اللي فاتوا، لان اكشلي ما قلناش حاجه تاخد اكتر من 10 دقايق اللي انا هقولها دلوقتي. احنا اتكلمنا او ترتيب الافكار اللي اتكلمنا بيها عشان الناس ما تتوهش، ان احنا قلنا اول حاجه ان انا عندي الكواليتي كنترول، هو علم بيتعامل مع انسبكشن وريزلتس وستاتستيكال اناليسز، وبالتالي لازم اكون فاهم انا بعمل اناليسز لايه بالظبط. فطلعنا من الاول ان انا عندي حاجه اسمها الدايمنشنز اوف كواليتي او الكومبوننتس اوف كواليتي، سواء كانت على برودكت او سيرفيس، لان زي ما احنا قلنا الابلكيشن بتاعتي التولز والتكنيكس اللي انت بتتعلمها في الكواليتي كنترول بتطبق على اي تخصص. الجزء التكنيكال ده هيفرق معاك في التكنيكال بروسيجرز ديورينج الانسبكشن، لكن ات ذا اند اوف ذا داي لما تعمل انسبكشن ويبقى معاك ريزلتس هتعمل ايه في الريزلتس دي، وبالتالي ممكن بقى اطبق اللي انا بتكلم عليه ده على اي حاجه، سواء حتى اي صناعه بتعمل خلايا شمسيه لصناعه بتعمل منتجات غذائيه. ونفس الكلام بتنطبق على سيرفيس بروفايدر زي اي واحد بيعمل عمليات اكاونتنج والتاني بيعمل خدمات في مطعم، خدمات في اتصالات، كل اللي احنا بنقول عليه ده بدام عندي ارقام وعايزه اكونترول البروسيس والبرودكت او السيرفيس بتاعتي، يبقى انا اقدر احدد الكاستمر عايز ايه، يبقى بطلع من الدايمنشنز اوف كواليتي او كومبوننتس اوف كواليتي اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، وبختار من الدايمنشنز اوف كواليتي اللي احنا بنسميه critical to quality characteristics CTQ. طب ليه بنركز في critical to quality characteristics؟ لان احنا قلنا المرة اللي فاتت ان انا I have to balance all against the cost. ده احنا قلنا حتى من احد التولز اللي انا هطلعها لك تقول بيعمل تقول لي الله، طب ما احنا عملنا الاوبجكتيف ده قبل كده، اقول لك بس فكروا في الطريقة دي لانها ارخص من الطريقة الاخرى، وكل واحده من ميزاتها وعيوبها. يبقى المهم جدا ان انت تكون عشان منافس، وطبعا في السوق دلوقتي اللي هو السوق مفتوح فما بقاش فيه احتكار، فبالتالي احنا بنتكلم على ان انا لازم دايما ابالانس الاكتيفيتيز اللي انا بعملها اجينست الايه اجينست الكوست. يبقى بالتالي انا لازم اشوف الكاستمر بالظبط عايز ايه، وهو ده الكريتيكال تو كواليتي كاركترستكس اللي هركز عليه. طيب ماشي، عرفنا مين الكريتيكال تو كواليتي كاركترستيك. طب انا دلوقتي بالنسبه لي عايز اعمل ستاتستيكال اناليسز، يبقى عايز اعرف الارقام اللي انت بتجمعها دي، هل الارقام دي كونتينوس وبالتالي بتتبع كونتينوس بروبابيليتي ديستريبيوشن، ولا ديسكريت وبتتبع ديسكريت بروبابيليتي ديستريبيوشن؟ يعني عشان اريح محمد، انا جبت مره سؤال قبل كده رحت قلت له ايه، قلت له ايه اهميه اكسبلين مثلا، ايه اهميه، سواء بقى كان هتجاوب كده او موجوده في الاختيارات، يعني ايه اهميه ان انت تحدد الكريتيكال تو كواليتي كاركترستيك انتو كونتينوس وديسكريت داتا. ها اللي حضر معايا بقى وذاكر او اللي سمع التسجيل، ايه اهميه ان انا لازم اعرف احدد هي كريتيكال تو كواليتي كاركترستيك دي كونتينوس نمبرز ولا ديسكريت؟ ها يا محمد، ادي سؤال اهو. ان انا هعرف مثلا الميثود اللي انا هستخدمها اتريبيوت داتا ولا فاريبل داتا اللي هستخدمها كستاتستيك تكنيك عشان احل بيها الحاجه دي. الله ينور عليك، هو ده بالظبط ده اللي انا عايزك توصله من الرغي اللي احنا رغيناه، صح كده؟ يبقى انا لما احدد الداتا بتاعتي كونتينوس ولا ديسكريت، ده كونتينوس بتفولو كونتينوس بروبابيليتي ديستريبيوشنز، يبقى انت عايز توجهني ان انا استخدم التولز فور فاريبلز، ولو ديسكريت يبقى انت عايز توجهني ان انا استخدم اللي هي الايه الاستاتستيكال تولز فور ايه فور اتريبيوتس، صح كده؟ لان دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص، الكونسبت يمكن واحد لكن لازم اختلاف المعادلات طبعا. تمام، يبقى انا دلوقتي حددت الدايمنشنز اوف كواليتي، عملت اكستراكت الكريتيكال تو كواليتي كاركترستكس بيزد على الفويس اوف كاستمر، عملت كلاسيفيكيشن للكريتيكال تو كواليتي كاركترستيك ايذر كونتينوس ديسكريت، عرفت انا هشتغل سواء فور فاريبلز اور فور ايه فور اتريبيوت داتا. ده بالترتيب كده، ويبقى خلاص ساعتها نقدر نخش بقى في الايه في الستاتستيكال اناليسيس. اتكلمنا برده المره اللي فاتت او المرتين اللي فاتوا ان انا عايز اعرف الديفينيشن بتاعي انا اصلا،
طب انت بتهتمي بالارقام ليه؟ ليه اصلا عماله تاكدي ان انت مادتك فيها statistical analysis؟ هقول له ايوه، لان انا equality الناس بتعرفها على انها inversely proportional للفاريشنز. الله، طب ما الفاريشنز دي اقدر اقيسها statistically، يبقى خلاص بقى. يبقى لو انت عايز تعمل quality improvement، وهو ده الاوبجيكتيف من اي علم quality، ان انت تعمل quality improvement، مش بس كواليتي امبروفمنت، طبعا مع حاجات تانية زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، ان انا عندي في المانجمنت اسبيكتس اوف كواليتي، مش بس كواليتي امبروفمنت، ده انت محتاج تعمل كواليتي بلاننج، محتاج تعمل كواليتي اشورنس، كواليتي كنترول، كواليتي امبروفمنت. خلينا نقول بس عشان ما نقطعش ترتيب، عشان ما تتوهش. يبقى انا خلاص، يبقى انت بتقولي ان الكواليتي انفيرسلي بروبورشنال للفاريشنز، يبقى انا بقول ان الكواليتي امبروفمنت هي انفيرسلي، يبقى هي ريديوسينج الفاريشنز. وقلنا المره اللي فاتت، هل الجمله دي لما اي حد يقولها يقصد الجمله دي فقط؟ لا، ده هو بيقول ضمنيا ان انا عشان اعمل كواليتي امبروفمنت انا عايز اريديوس الهارمفول فاريشنز، او اللي احنا بنسميها الاساينبل كوزز اوف فاريشن، مش اي فاريشن اجري وراها. الاساينبل كوزز اوف فاريشن في مين؟ برضو مش في اي حاجه، في كريتيكال تو كواليتي كاركترستيك. خلاص بقى، يبقى انت عرفت لي ان انا دايما عايزه تارجت ان انا اقلل الفاريشنز في الكريتيكال تو كواليتي كاركترستيك. خلاص، يبقى هو ده اللي انا لما هعمل العمليات الحسابيه الاستاتستيكال اناليسيس بتاعتي، يبقى انا هعمل على الهدف ده. يبقى وصلنا كمان، عرفنا الكواليتي، وعرفنا الكواليتي ايه، عرفنا الكواليتي امبروفمنت. وبقى اول محاضره بعدها كنا بنتكلم جنرال سبيكينج كده، كنا احنا فين من العلوم الاخرى، الفرق ما بين الكواليتي كنترول، الكواليتي اشورنس، التوتال كواليتي مانجمنت، وايه بعض المسميات الاخرى، وشفنا بس الدنيا فيها ايه. ده اللي خدناه لغايه ايه، ده اللي خدناه لغايه دلوقتي. فمعلش تعالى استحمل معايا النهارده، برضو هنقعد نكمل بقيه ان انت تنطق صح وتعرف تفكر صح، او تعرف يبقى عندك كي ووردز مظبوطه، لغايه ما نيجي بقى ايه نبتدي يمكن في نص المحاضره الثانيه نخش في المنهج. لان احنا زي ما قلنا الكورس بتاعي اهي، يعني دي السلايد اللي وقفنا عليها المره اللي فاتت. وكنا قلنا كمان ان في ناس بتتكلم على الكواليتي امبروفمنت بس ما بتهتمش بالفاريشن، زي الناس اللي بتدرس لين مانيفاكتشرنج، لان هو برضه بيعمل كواليتي امبروفمنت، بس الكواليتي امبروفمنت بتاعته هو ما بيعملش statistical analysis، لانه مش بيتارجت انه يرديوس الفاريشنز. ده بيتارجت زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، انه بيوبزرف من ساعه ما الاوردر اتعمل لغايه ما حصل fulfillment للاوردر، سواء بقى للاند كاستمر او وات ايفر ديستريبيتور، المهم ان الايه الكلاينت بتاعك، ويبص للتايم لاين ده ويشوف اي حاجه بتضيع وقت اللي احنا بنسميها ويستس، زي قلنا ترانسبورتيشن ملهاش لازمه، موشن زياده، اوفر برودكشن، ورك ان بروسيس، خامات قاعده ما بتستخدمش، واحد متعطل، واحد مسحوم، كل ده بحاول ان انا احله بتولز وتكنيكس مختلفه تماما غير الاستاتستيكال تكنيكس اللي احنا بندرسها. في الاخر بيبقى المين اوبجكتيف بتاعه انه بيرديوس الايه الليد تايم بتاعه، ما بيفكرش في الفاريشنز، هو بيقلل في الاخر، لكن مش دي حسبته، بيحسب الليد تايم. الليد تايم يعني من ساعه ما خدت الاوردر لغايه ما عملت له في الفيلمنت. فدول برضو بيسموها كواليتي امبروفمنت، بس عن طريق انه مش بيعمل statistical analysis، لان الاوبجيكتيف مش بيركز على reducing الفاريشنز، لكن بيعمل حاجه بيسميها reducing single wastes. ودي اخر حاجه قلناها، اخر حاجه قلناها المره اللي فاتت. حد عنده اي تساؤل قبل ما نبتدي في بقيه الترمينولوجيز؟ طيب دلوقتي تعال نشوف هنا، باكد تاني، احنا قلنا الجزء بتاعنا ايه، ده المنهج بتاعي اهو، الاس بي سي والاكسبتنس سامبلينج، دول اللي فعلا بيندرجوا تحت مسمى كواليتي كنترول. اس بي سي ده اي ابريفيشن تلاقيني بكتبه بتلاقيه ده ستاندرد، الاستاتستيكال بروسيس كنترول، والاكسبتنس سامبل. لو نفتكر كده، حد يفكرني ايه الاوبجكتيف بتاع الاكسبتنس سامبلينج؟ يعني انا بدرس او انت هتدرس ليه اكسبتنس سامبلينج؟ وخلاص بقى، انت سبق الصيف العزل، انت معانا خلاص. فيبقى خلاص بقى
عجبك ما عجبكش، انت دلوقتي خدت القرار تبقى معانا في المادة، يبقى حاول تستفيد بيها على قد ما تقدر حسب تخصصك، حسب ما انت ناوي تشتغل في ايه. يبقى انا لازم اكستراكت كل المعلومات اللي انا اقدر استفيد بيها في مادة زي دي، لاني خلاص على وش تخرج، غير اصلا ان انا عايز اجيب جريد، يبقى وين وين سيتويشن. فحد يفكرني كده، قول لي قلنا ايه في الاكسبتنس سامبلينج؟ هي محمود اتفضل. عشان نصورة الـ good quality من الـ bad quality. تمام كده، مش عارفه اقرا الاسم، معلش. حاجه عماد، مايفل عماد، ما انا كنت مايفل. تمام تمام كده، شكرا جزيلا ليكم. احنا قلنا الاكسبتنس سامبلينج بالظبط، عارف عامله كده. انا الاكسبتنس سامبلينج بيحصل ايه؟ انت عندك دلوقتي المصنع، دايما المصانع الناس اللي بتدرس بلانت لاي اوت بيبقى في المصانع كده حاجه اسمها الدوك اريا. الدوك اريا دي بتكون متصممه على انها في حاجه في منطقه مرتفعه كده على ستاندرد، على ارتفاعات عربيات النص نقل، بحيث ان عربيه النص نقل لما تيجي بظهرها تخش كانها بتخش جوه المصنع نفسه، بحيث انه ايه، يبقى ارض الـ لما يفتح كونتينر يبقى الكونتينر على نفس ليفل الارض. دي بيسميها بقى كده، بعد الدوك اريا دي بيبقى في حاجه اسمها المارشنج اريا. الراجل ينزل البضاعه بتاعته، مش هنزلها في المخزن، مش هدخلها في المخزن اطلاقا، ده انا بروح اطلب لجنه. اللجنه دي حتى ما بتبقاش بس كواليتي انجينيرز، دي لجنه حتى بيكون في ناس من الحسابات موجوده. اللجنه دي بتنزل، وده بينزل البضاعه بتاعته في المارشنج اريا وما يمشيش، او حسب الاتفاق بقى بتاعنا هنعمل ايه. واللجنه دي تعمل انسبكشن، تعمل اكسبتنس سامبلينج، تاخد عينه من اللي نزل ده، وتعمل زي ما محمود ومعرف بالقال عايزين ايذر اكسبت اللوت اللي نزل ده كله، ولا يقول له لا يا عم خد حمولتك دي كلها كده وانت راجع، او في سيناريوهات مختلفه مش للايتمز لللوتس اللي بتترفض. فيبقى هو هينزل لي حموله كبيره، لكن انا هاخد منها عينه، اخد العينه دي اعمل انسبكشن، يبقى بسورت اوت الجود كواليتي فروم الباد كواليتي. بقى اقول له ايه، لا ده جود كواليتي عديه بقى دخله في المخازن، لا ده باد كواليتي مش خلاص مرفوض. بين الايه، لان طبعا انت بتقبل وبترفض، ده بيبقى فيه زي عقد بينك وبينه، بيبقى عارف البلان اللي انت بتختبرها. ده بقى اللي احنا هنقعد نتعلمه في الاكسبتنس، صح كده؟ يبقى ده اللي اتكلمنا فيه. نفس الكلام طبعا لو انت ناوي تودي الحاجه مش بس للانكمينج ماتيريال، وكمان للايه، للاوت جوينج برودكتس اللي انت بتعملها. طيب الجزء الثاني قلنا اللي هندرسه من الكورس اللي هو الاس بي سي، الاستاتستيكال بروسيس كنترول. قلنا برضه هو انسبكشن، لان احنا قلنا عشان تقدر تتخيل الكواليتي كنترول هو مين لي او اللي بيحركه، انك لازم تعمل انسبكشن. بس بعد ما تعمل انسبكشن بقى في الاكسبتنس سامبلينج انت قبلت ورفضت، لكن في الاستاتستيكال بروسيس كنترول، ها مين يفكرني ايه اهميه الاس بي سي؟ بتعمل ايه؟ هل برضو اقبل وارفض، ولا كان المين اوبجكتيف بتاع الاستاتستيكال بروسيس كنترول حاجه تانية؟ هجيب لك كده سؤال ام سي كيو، مين اوبجكتيف اوف اس بي سي، واحط لك اربع جمل انت اكيد هتختار المنطقيه فيها، فمن غير اختيارات اهو تقول لي ايه انت شايف من وجهة نظرك اهمية الاس بي سي من التعريف اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. ها قول باي طريقة، ما عندناش حاجة محفوظة. طيب انا هفكرك، احنا قلنا من اسمها statistical process control، انا عايزة اتأكد ان البروسيس سليمة. فكري بقى، كنت هحط لك ايه في الاختيارات؟ كنت هقول لك هل البروسيس statistically in control ولا out of control. دي ميزه الاستاتستيكال بروسيس كنترول، اني عايزه اتاكد ان البروسيس بتاعتي سليمه، لان لو البروسيس بتاعتي سليمه في الغالب، انا بقول في الغالب ليه؟ لان عاده انا اقول اضمن ان البرودكت، الناس بتفتكر اضمن دي 100%، ما عنديش اطلاقا، وباكدها ايه 50 مره، ما عنديش اطلاقا 100% دي ابدا. فبقول ان انا بحاول ان انا ايه، اطلع منتجات، ابيلد الكواليتي من السورس عشان احاول اطلع منتجات كويسه، لكن ده ما يمنعش في الاخر ان انا ممكن يطلع لي برضو ايه، باد كواليتي، وبالتالي اهميه الاكسبتنس سامبل. يبقى ده ايه، ده الجزء بتاعنا
ده الجزء بتاعنا اللي احنا هنشتغله من ايه، من بدايه نص الاسبوع الجاي كده، يعني نص محاضره المره الجايه كده، اللي هي الاس بي سي، الاستاتستيكال بروسيس كنترول والاكسبتنس سامبلينج. ايه بقى ازاي نعمل استاتستيكال اناليسيس؟ زي دي مش استاتستيكال، دي الاستاتستيكال 100%، دي بتعتمد على ستاندرز وحسابات بس، ما يعني ايه، ما اقدرش اقول عليها استاتستيكال يعني، بس مش نقدر يعني، برضو مبنية على معادلات هتحسبها، و بس مبنية على انك تختار البلان اصلا من الستاندردز وتعرف تاخد قرارات. طيب انا ليه مطلع السلايد دي؟ انا اشمعنى بقارن المنهج بتاعنا مع ديزاين اوف اكسبيرمنتس؟ لان احنا قارنا مع الكواليتي اشورنس والتوتال كواليتي مانجمنت، وقلنا ان احنا الجزء بتاعنا ده ستاتستيكال اناليسيس، الناس بتوع ديزاين اوف اكسبيرمنت برضو ستاتستيكال اناليسيس، يعني احنا الاثنين بس اللي بنتعامل مع statistical analysis. ده ما يمنعش ان احنا مش مهمين والباقي مش مهم، لا طبعا statistical analysis ده جزء مهم جدا، وبالتالي حتى يعني لو احنا بصينا للناس بتوع تخصص ميكانيكا، المادة دي بتبقى mandatory، يعني quality systems ممكن تكون elective، لكن كواليتي كنترول يعني انتوا عندكم المادتين الكتيف، لا عندهم هناك الكواليتي كنترول ده مانداتوري، ما فيهاش اوبشن انها تكون الكتيف، لان ده لازم يتعلم الاستاتستيكال اناليسيس. لكن الجزء المانجمنت ده ممكن هو خلاص يقدر يختاره او ما يختارهوش، لكن الاثنين مهمين. يعني لما نيجي نقول في حاجه كده اسمها مانجمنت اسبيكتس اوف كواليتي، ان انت مش بس تكون بتعرف تعمل statistical analysis، ما انت لازم زي ما تقول ايه، انا بعرف اقبل وارفض واضمن البروسيس كواليتي، لكن انا مش عارف راسي من رجلي، ما عنديش سيستم امشي عليه، مش فاهم ايه البروسيسز اللي احنا بنعملها، مش عارف ايه الاس او بيز اللي انا محتاجها، اللي هي الستاندرد اوبريتنج بروسيجرز اللي انا المفروض امشي عليها، وفين الورك انستراكشنز والاكاونتابيلتيز والريسبونسابيلتيز اللي موجوده. بدل ما عند كل ده بيجي منين؟ كل ده بيجي من الكواليتي سيستمز، ان عندي كواليتي مانيوال وعندي كواليتي مانجمنت سيستم متكامل. لو انت ما انتش فاهم ده، يبقى خلاص هيفشل في وقت ما الاستاتستيكال اناليسز اللي انت اتعلمته، سواء في الكواليتي كنترول او في ديزاين اوف اكسبيرمنتس. عشان كده بنقول دايما ان المانجمنت اسبيكتس اوف كواليتي دي مهمه جدا، الا من ضمنها الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس والكواليتي امبروفمنت والكواليتي بلاننج. حتى بنقول لك من اهميه الكواليتي بلاننج دي عامله زي التخطيط الاستراتيجي كده، يعني الناس مثلا اللي بتدرس في الكورسات بتاعه المانجمنت في كواليتي، يعني تدرس كواليتي بلاننج، بتدرس فيها ايه؟ بتدرس ازاي تو اكستراكت الفويس اوف كاستمر، ازاي اصلا تو ايدنتيفاي الكاستمرز بتوعك. هي دي مهمه، مهمه جدا. مش احنا لسه كنا بنتكلم، انا عشان اشتغل statistical analysis محتاج اعرف الدايمنشنز اوف كواليتي، عشان او محتاج اعرف هو مين السي تي كيو اللي بتجري وراه critical to quality characteristics عشان اشتغل عليه. ما هو اصلا مين اللي هيطلع لك ده؟ لما الناس بتوع الكواليتي بلاننج يشوفوا اصلا انت الكاستمرز بتوعك ايه، وازاي اكستراكت الفويس اوف كاستمر، هو هيقول لك اهو ده critical to quality characteristic بتاعك، وابتدي انا بقى اشتغل عليه، اقسمه بقى continuous وdiscrete، وابتدي اشتغل انا عليه statistical analysis حسب التولز المناسبه. يبقى احنا الاثنين has to be integrated. عشان كده بنقول ان مهم جدا المانجمنت اسبيكتس اوف كواليتي، مش بس ان انت تكون بتعرف تعمل statistical analysis، ده انت مهم بالنسبه لك الكواليتي بلاننج والكواليتي سيستمز والاشورنس زي ما شرحناهم اول ايه اول اسبوع. لكن انا بقارن منهجنا بالديزاين اوف اكسبيرمنت، لان ده اللي قريب مننا، ده الاستاتستيكال اناليسيس برضو. فلازم تبقى بس ده تولز وده تولز خالص، يعني انت هتسمع معايا حاجه اسمها مثلا كنترول تشارت، لكن هتسمع معايا حاجه اسمها انوفا. انا ما بشرحش الانوفا وهو ما بيشرحش كنترول تشارت، ده اكيد، لان الانوفا الاوبجكتيف بتاعها استاتستيكال بس مختلف عن الاوبجكتيف بتاع الكنترول تشارت. يبقى تعالى نفرق ما بين دول، لان دول اللي ريليتد لبعض. الديزاين اوف اكسبيرمنتس الناس اللي بتدرس، يعني ده برضو من احد علوم الكواليتي اللي برضو بتارجت الكواليتي امبروفمنت. برضو الديزاين اوف اكسبيرمنتس بيقول ان هو بيعمل بروسيس، اهي بروسيس اوبتمايزيشن، بيعمل بروسيس اوبتمايزيشن. يعني ايه بيعمل بروسيس اوبتمايزيشن؟ تعالى نقول كده، هو انت احنا في منهجنا بنهتم بايه؟ انا في منهجي اصلا عايزه اقبل او ارفض، اختبر المواد واقبل وارفض، وعايزه ابلد
كواليتي من السورس، يعني عايزه اتاكد ان البروسيس بتاعتي سليمه. الديزاين اوف اكسبيرمنت ده اصلا تنزيل، يعني ايه؟ يعني انت بت 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 بتشتغل وبتنتج وبتبيع وبتكسب، يعني البروسيس بتاعتك سليمه، وبتعمل اكسبتنس سامبلينج وبتعمل اس بي سي، لكن بتفكر ان انت اي كان دو بيتر، يعني البروسيس بتاعتك دي شغاله خلاص وبتنتج وسليمه وكل حاجه. بس تعالى نلعب في الفاكتور بتاع البروسيس. مثلا انا لو البروسيس دي فيها مثلا ايه تمبرتشر وتايم مثلا، طيب ايه رايك انا لو زودت الوقت شويه لو قللت الوقت شويه بس زودت التمبرتشر، هل هيوصل لي نفس النتيجه؟ يبقى انا كده قللت الوقت فاقدر ازود الانتاجيه بتاعتي. يبتدي يعمل بقى ده الاكسبرمنتيشن بتاعته، بقى يبتدي يلعب في الفاكتورز دي، يغير فاكتور ويثبت الباقي، يلعب. طب لو انا عندي، ما انا ممكن لما اغير فاكتور يديني تاثير، لكن لما اغيره مع فاكتور تاني يديني تاثير مختلف. فيبتدي يلعب بقى كده، يعمل ديزا حتى اسمها كده ديزاين اوف اكسبيرمنتس، وحتى المراجع بتبقى بالاسم ده عشان يوبتمايز البروسيس. فبيلعب في مين؟ يريديوس الفاريشن اللي انا اصلا ما ببصلهاش. انا قلت في منهجي انا ببص للهارم فول فاريشن، هو اصلا ما عندوش هارم فول فاريشن، هو عنده الراندوم فاريشنز، بس عايز بقى يوبتمايز كمان. واي نوت ان انا ممكن اقلل الراندوم فاريشنز دي، فيبقى تولز مختلفة تماما عني. يعني جبت مرة عشان ايه؟ نجاوب على سؤال محمد الاستفسار والقلق بتاعه اللي قاله في اول المحاضرة. جبت مرة الرسمة دي في الامتحان، بس غيرت ترتيب الكلام ده، او قلت لك حط الكلام ده عليه. بص الرسمة دي كده، بص لها كده دقيقة، تقدر تكومنت ايه من الرسمة دي؟ ايه اللي لما اديك الرسمة دي انا فاهمها؟ يعني انا لو ما شرحتلكش السلايد دي انت وانت بالكلام اللي احنا قلناه بس لغايه دلوقتي، تقدر تكومنت ايه من الرسم؟ يلا. وعايزه بقى خلاص، احنا دلوقتي زي ما احنا قلنا، وانتم ما شاء الله يعني ناس صاحيه من 8 الصبح، وانتم الوحيدين اللي ضحيتوا بنفسكم وجيتوا، فشارك معايا لان انا عايزه اعمل ايه؟ مش محتاجة مايفل تفتحي ترفعي ايديك، احنا عددنا قليل، فخلاص اللي يتكلم يتكلم على طول. بس هقول بس كومنت حاجة، ان انا عايزاك تشارك معايا ليه يا شباب؟ لان انا عايز اعرف يا اما اتأكد ان انت خلاص بتفكر بطريقة صح يبقى جو اهيد، او لا انت لما تقولي الاجابة دي يبقى انا اوريدي عارفة من خبرتي كده انت فهمت ايه غلط، وبالتالي اغير طريقة شرحي على عشان احسن او اصلح اللي انت فكرت فيه غلط، والا خلاص هقول اللي عندي وانا مش عارفه انت فاهم ولا ما انتش فاهم بطريقه واحده. لكن لو انت انا قدرت استوعب ان انت لا ده دي انت جاوبتها غلط، يبقى معناها ان انا لازم اشرحها بطريقه مختلفه او اجاوب القصور في الحته دي عندك، فانا هقدر اكستمايز الشرح بتاعي على ان انا افيدك باقدر وقت ممكن. تمام كده؟ يلا يا مايفل اتفضل. انا بقول الاسم صح، معلش عشان اول مره اقابل الاسم ده، بقول الاسم كده بنطقه صح مايفل؟ أيوة. يلا اتفضلي. الاكسبتنس سامبلينج هو ده اكبر فاريشن فيهم. يعني ايه؟ اول حاجه مايفل لاحظتها بيرفكت، بتقول لي لا بصي الرسمه دي واضح انها كده الفاريشنز بتقل، صح كده؟ بالظبط. عرفتي منين يا مايفل ان الشكل ده بيقول لك ان الفاريشن بيقل؟ علشان الكيرف وايد، ده وايدر كيرف. الله ينور عليكي، لان ده الديسبيرشن. بتقول لي بصي ما احنا اتعلمنا من البروبابيلتي ديستريبيوشن ان الديسبيرشن ان ده كده بيريبريزنت، هو بس لو حالك 90 درجه، ان ده الديسبيرشن اهو كبير ريلاتيف لده، لا ده اقل ريلاتيف لده، ده اقل، صح. يبقى ملاحظه مايفل 100% ممتازه. بتقول لي بصي احنا لما عند الاكسبتنس سامبلنج الفاريشنز اعلى، وطول ما انت ماشيه من اكسبتنس لاس بي سي لديزاين اوف اكسبيرمنتس الفاريشنز بتقل. ها يبقى النقطه اللي بعديها ايه تاني؟ يبقى تقدري تستشفي ايه؟ ها اول ملاحظه صح، تقدري تكملي عليها تقولي ايه؟ او لو حد تاني هتفضلي. design of experiments هي دي اقل حاجه. بمعنى ايه اقل حاجه؟ اقل variable. حلو،
هي مش اقل فاريبل، هي الامباكت بتاعها لما تطبق التولز والتكنيكس والاستاتستيكال اناليسيس بتاع ديزاين اوف اكسبيرمنت، الامباكت الفاريبلز بتاعها الموجودة على أو اتفضلي. الفاريبلز الموجودة بقت أقل. ايوه، وده يفرق معاكي ايه يا مايفل؟ ما يكون زي ما يكون يفرق معاكي ان انت ايوه ها حضرتك كنت لسه شارحة ان في الـ design of experiments انا الـ variables اللي موجودة عندي غير الـ variables اللي في الـ accepting لا، sampling. انا اقصد يعني، طب ما انا ايه اللي يهمني ان انا قللت الـ variations كده؟ طب ما هي الـ statistical process control احسن من الـ acceptance sampling. ايه يعني اللي يخليني اقعد اقلل في الـ variations كده؟ ايه اهميه ان انا اقلل الفاريشنز؟ الكواليتي كنترول بيبقى اعلى عشان هو الكواليتي امبروفمنت. انا لسه مراجعه معاك، قلنا الكواليتي الديفينيشن بتاعها ايه؟ ها مين فاكر الديفينيشن بتاع الكواليتي؟ هو انا على انفيرسلي فكره باخد، انا بروبوشنال لو مع تاخد بالك فاريشن معايا انا بذاكر معاك. معلش يا مايفل اتفضل. ها بيبقى انفيرسلي بروبوشنال مع الفاريشن. الله ينور عليك. يبقى لما انا، يبقى مين في الثلاثه اللي قدامك دول بيبقى الامباكت بتاعهم على كواليتي امبروفمنت اعلى؟ يعني اكتر inversely proportional. ما هو كواليتي امبروفمنت يعني ايه؟ انت عرفتي كواليتي انفيرسلي بروبورشنال للكواليتي، يبقى الكواليتي امبروفمنت تبقى ايه؟ اقل quality اقل variables اقل فريق بالظبط كده. يبقى variations. صح كده. يبقى الرسمه دي بقى عايز يوضح لك، يقول لك ايه؟ ياكد على اللي انا لسه قايلاه، ان خد بالك ان وانت ماشي كده من الشمال لليمين الامباكت بتاعها على الفاريشنز اعلى. الامباكت بتاعها ايه؟ انها التولز بتاعتها بتقلل لي الفاريشنز اكتر، يبقى معناها انها بتعمل لي كواليتي امبروفمنت اعلى احسن. فرحت انا، ادي اول سؤال، شكرا جزيلا يا مايف. ادي اول سؤال، جبت سؤال تاني في امتحان برضو مره، رحت قلت لك ايه؟ قلت لك الليس ماتيور كومباني، يعني ايه؟ تعالى مثلا نقول ايه؟ الكشك اللي على باب الكليه، حلو كده مع احترامنا ليه، لكن ما هوش مؤسسه يعني، مش ما هوش اللي عنده بقى سوفت وير وحسابات، ده يا دوبك ايه؟ فاتح هو الكشك ده اللي قدام الكليه. تفتكر يعمل ايه من الثلاثه اللي قدامك دول؟ ولا ما بيعملش اصلا؟ يعني اضعف حاجه المؤسسه تعملها، تعمل ايه؟ ايه رايكم؟ الكشك ده ما بيعملش حاجه خالص؟ ما بيعملش كواليتي كنترول؟ بيعمل acceptance sampling. بيعمل اكسبتنس سامبلينج، لانه بيعمل ايه؟ تجي له العربيه كده، نازل يا ابني الصندوقين، يقوم يبص كده يقول له لا يا عم ده تواريخ قديمه، وكل الطلبه بتوعي، بص بيركز على ايه؟ بيركز على كريتيكال كواليتي كاركترستيك. هو عارف مثلا، نفترض مثلا هو عارف ان طلبه هندسه ما بيحبوش غير التواريخ الجديده، فاول حاجه يبص عليها ايه؟ يبص على التاريخ، يقول له لا يا عم ده تواريخ قديمه، لا خد، مش شو بيعمل ايه؟ بيأكسبت اور يريجكت، اهو بيسورت اوت، بيقول له لا اي ريجكت اللوت ده، ما تنزليش. ياخد دي يقول له اه لا دي شكلها حلو. اصل ليه؟ لانه عارف ان الكريتيكال كواليتي كاركترستيك بتاع الطلبه بيهتموا بالاستاتكس، لا نزل دي، لا مش عايز دي. يبقى بتاع الكشك هو بيعمل اكسبتنس سامبلينج، بس مش على ستاندرد، مش ماشي على ستاندرد. هو بياخد كده بياخد عين ينام، وهو بقى من مزاجه ياخد حتتين، ياخد ثلاثه، ياخد 100، ما دي ما هو بس مش ماشي على ستاندرد، بس بيعمل اكسبتنس سامبلينج ولا لا؟ اه، بيسورت اوت الجود كواليتي فروم الباد كواليتي. طيب الناس بقى طول ما هي ماشيه هتشتغل بقى ستاتستيكال بروسيس كنترول. فاسالك سؤال تاني، اجيب لك سؤال كده، لو الشركه بتطبق ستاتستيكال بروسيس كنترول يبقى مش محتاجه تطبق اكسبتنس سامبلينج. ما احنا لسه اثبتين ان الاستاتستيكال بروسيس كنترول، مش انا اللي اثبت، الناس اهي جايبه لك اهي بتقول لك ثق كده، ان طول ما انت ماشي ان الريلاتيف امباكت بتاع الديزاين اوف اكسبيرمنت، لان هو
هو ليه بيقارن بالثلاثه؟ لان اللي فيهم ارقام، يعني مش مانجمنت اسبيكتس، يعني مش قصدي مش استراتيجيز، ده حاجات فيها فاليوز تقدر تقارن. فبيقول لك انا طول ما انا ماشي كده في الاكسبتنس sampling going through the SPC design of experiment, the impact بتاعهم على the quality improvement relatively speaking a design of experiment بيبقى الامباكت اعلى، اقل الاس بي سي، اقلهم الاكسبتنس سامبلينج. فاقول له طب خلاص انا عندي وقت ومجهود، انا هشتغل اس بي سي، يبقى هعمل اس بي سي ومش هعمل اكسبتنس سامبلينج. ترد عليه تقول له ايه؟ ايه رايك في اللي قاله؟ لو عمل اس بي سي وما عملش اكسبتنج سامبلينج تمام، عمل اس بي سي الامباكت بتاعها واضح انه اعلى، يبقى خلاص يبقى هيعمل الاستاتستيكال بروسيس كنترول ويليمينيت الاكسبتنس سامبلينج. ايه رايكم؟ دماغكم بيقول ايه؟ يبقى هو كده قلل من الـ variability وعمل improvement أحسن من اللي عمل acceptance sample. لا أنا ما فهمتش سؤالي. أنا قصدي لو هعمل SPC يبقى ملهاش لازمة بقى الـ acceptance sampling. يعني في واحد هيعمل acceptance sampling بس، واحد تاني أقول له لأ أنت أعمل أحسن منه، ركز في الـ SPC وما تعملش acceptance sampling. ايه رايكم في الريكومنديشن دي؟ انا شايفه ان هي لازم يمشي الاول اكسبتنج سامبلينج وبعدين statistical بروسيس وبعدين ديزاين اوف اكسبيرمنتس. مفيش اورجانيزيشن بتعمل اس بي سي فقط، ما ينفعش. انا ممكن الاقي اورجانيزيشن ما بتعملش ديزاين اوف اكسبيرمنتس، واضح ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، يعني انا قلت لك ديزاين اوف اكسبيرمنت ايه؟ ده بروسيس اوبتمايزيشن، مش كل الناس بتسيك الاوبتمايزيشن. لكن لو انا عايز اشتغل صح، ده انا بقول لك اضعف حاجه تعملها الاكسبتنس سامبلينج. عايز تبقى احسن من ده ضيف عليها اس بي سي، لكن تشتغل لي اس بي سي بس؟ لا طبعا، لا طبعا. طب ليه يا دكتور؟ ما انت بتبيلد الكواليتي من السورس. انا لسه قايله لك يا ابني احنا عندنا ايه في الكواليتي؟ ما عنديش مسلمات. يعني انا مثلا لو اجيب لك الرسمه دي مثلا، جبتها على فكره في الامتحان، جبتها في امتحان قبل كده، بس ما كانش ده السؤال اللي انا هقوله. يعني فين 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 اهي، كان سؤال حاجه تانية اللي احنا لسه عايزين نشرحه النهارده. اهي جبت دي مره في امتحان، تمام. دي كانت ورقة من الجورنان، قلت له إن في يوم كذا جورنان كذا صفحة كذا كان في الإعلان ده. اقرأ كده الهيدنج بس. ده من الجورنان بكت أند بيست، مش عاملة فيه حاجة. أظن كلنا عارفين أيكيا. عايز تقول لي إن أيكيا ما بتعملش إس بي سي؟ ايكيا الانترناشونال اللي في كل حته في العالم، عايز تقولي انها ما بتعملش ديزاين اوف اكسبيرمنتس اصلا؟ يعني ما عايز تقولي انها ما بتعملش كواليتي اكتيفيتيز كلهم على بعضهم؟ اللوجيك يقول لك ايه؟ بنتكلم باللوجيك. لا بيعملوا، لكن في الاخر برضو بيحصل ايه؟ ده بقى انا كنت حاطه السؤال، كنت حاطه الرسمه دي ليه؟ لا ده كنت حاطه لهدف تاني، كنت بقول له ايكيا هنا وقعت في اي نوع من اللي احنا بنسميه كواليتي كوستس؟ ده وقعت في ان انا حطت اعلان في الجورنان، والاعلان شوف بقى ده كمان عمله مبروزه وبصفر في اسود، والالوان اصلا في الجورنان مكلفه، واصلا الصمت في الجورنان بشيء وشويات، وما عملتوش يوم عملت الاعلان ده كذا مره. شايف اي كده غرمت كل ده ليه؟ عشان الكرسي ده وصل مع عيب في ايد العميل. عايز تقولي انها ما بتعملش اس بي سي؟ بتعمل. لا وكمان بتعمل اكسبتنس سامبلينج برضه فلت، لان ده اللي احنا قلناه. هل ده معناه ان انا بشجع ده؟ لا طبعا، ده معناه انه ادى التولز بطريقه غلط. لكن وارد ان ممكن يحصل بعض العيوب لو انا ما قدرتش اعمل كل حاجه. شوف بقى ايه اللي تقدر اعمله اعمله، لان حتى لو بتعمله ممكن في بعض الحاجات انت بتغلط فيها، لان زي ما انا قلت ايه، ما عنديش
100% في علم الكواليتي، والكونسيكونسز خطيره جدا. ده بقى اللي احنا عايزين نتكلمه في النهارده، ايه الكواليتي كوستس الاسوشيتد بان لما يحصل عندي عيب زي ده، غير الفلوس ابسط حاجه يعني، ده غير بقى كمان، بس يعني دي حاجه، دي حاجه بسيطه يعني. لو انت فاكر الكيس ستادي اللي قلناها المره اللي فاتت اللي كنا بنشرح بيه كواليتي سيستمز، او اللي قبليها زي عربيات تقريبا فورد اللي كان فيها عجل بريدجستون اللهم احفظنا كان 300 واحد توفى، ممكن توصل لكاجولتيز. شوف الباد كواليتي ممكن يوصل لايه، اللهم احفظ الجميع يعني. فيبقى ما عنديش مسلمات، يبقى ما تقوليش انا هحاول اضمن لك الكواليتي في البروسيس، ماشي من زي الفل ولازم تعمل كده، بس برضو تاخد عينه بعد ما تخلص البروسيس وتقول لي هتقبلها انك تعديها على الكاستمر ولا ترفضها. يبقى ما ينفعش تقول لي انا هعمل اس بي سي بس، ده انت لازم اس بي سي واكسبتنس سامبلينج. اللي عشان كده كان السؤال بقول لك ايه، الاسم ماتيور يعني شركه لسه بقى اورجانيزيشن مش مكتمله وما عندهاش لسه السيستم بتاعها، فما تعرفش انها محتاجه تعمل بروسيس كنترول واكسبتنس سامبلينج. لكن اكيد اكيد باي ديفولت كده زي الراجل اللي بتاع صاحب الكشك اللي على الكليه وهو مغيب كده لازم بيعمل اكسبتنس سامبلينج، مش ويزن ستاندردز لكن بيعملها. فده اللي احنا بنقوله ان ما ينفع، ده عشان كده بقى الاتنين دايما مرتبطين ببعض في كورس واحد كواليتي كنترول. وعشان كده احنا مختلفين على بتوع ديزاين اوف اكسبيرمنت، لان الاوبجكتيف بتاعنا ايه، الاوبجكتيف بتاعنا مختلف. فده كانت ايه، دي كانت الايه هدف ده. حتى هو بيقول لي اهو، ده برايمري اوبجكتيف اوف ذا كواليتي انجينيرنج ايفورتس از ا سيستماتيك ريدكشن اوف فاريابيليتي. صح، ده الديفينيشن بتاع الامبروفمنت. انت واكد لك تاني ان ذا كي كواليتي كاركترستكس اللي هي بتاعت الكريتيكال تو كواليتي كاركترستكس، ولازم تكون عارف ان الاكسبتنس سامبلنج ده الاوبجكتيف بتاعها ايزر تو اكسبت اور تو ريجكت، يبقى الريدكشن بتاعها مش هيبقى الامباكت بتاعها عالي كده زي ريليتيف للاستاتستيكال بروسيس كنترول، لان الاستاتستيكال بروسيس كنترول كل وظيفتها انها بس تقول لي هي البروسيس سليمه ولا مش سليمه. فبرضه مش زي بقى الديزاين اوف اكسبيرمنتس اللي بتحاول توبتمايز البروسيس اصلا. عشان كده بنقول ان ده علم مختلف عن الاثنين، ايه مختلف عن الاثنين دول. حتى اغلب الشركات اللي بتبقى عندها ار ان دي اللي هي ريسيرش اند ديفلوبمنت هم دول اللي بيشتغلوا في الديزاين اوف اكسبيرمنتس، بيبقى البرودكشن لاين شغال وبينتج وبيبيع، لكن هو قاعد لوحده كده عمال بيفكر ان ازاي يوبتمايز الايه البروسيس بتاعته، طبعا غير فانكشنز ثانيه كتير يعني. تمام، يبقى ده بس كنت عايزه اوضح لك الايه كده، انا كده بالظبط فوضحت لك ما بين كل اللي ممكن تسمعه وزن الكليه اللي هي الكواليتي كعلوم يعني، كواليتي اللي هي او المواد اللي موجوده في اللوائح المختلفه سواء انت هتدرسها او مش هتدرسها، اللي هي الكواليتي كنترول، الكواليتي سيستمز، كواليتي اشورنس، والتوتال كواليتي مانجمنت، والديزاين اوف ايه الديزاين اوف اكسبيرمنتس، وفي طبعا كورس ريلابيليتي. لكن ريلابيليتي احنا قلنا ده باي ديفينيشن اللي هي النمبر اوف بريكنج داونز ان ا كونستنت تايم، ده بقى ازاي بيحسب ريلابيليتي بتاعت سيستم كامل يعني، دي حاجه كميجر يعني. ده كده بس ايه اللي فرق في العلوم الاخرى، سيبنا من ده بقى هنبقى نتكلم فيه لما يجي وقته. اهي ده اللي انا كنت بقوله لك، المانجمنت اسبيكتس اوف كواليتي بيقول لك افكتيف، شوف افكتيف مانجمنت اوف كواليتي ريكوايرز اكزكيوشن اوف كواليتي بلاننج، كواليتي اشورنس، كواليتي كنترول، كواليتي امبروفمنت. الله يا دكتور، ده كواليتي كنترول بتأدي لكواليتي امبروفمنت، في ناس بتحطها تحتها وفي ناس بتحطها كده، المهم انت تبقى فاهم. فعايز يقول لك مش بس انك تركز على ستاتستيكال اناليسز، ابدا لازم تبقى عارف ايه البروسيسز بتاعتك والبروسيجرز والورك انستراكشن والستاندرز اللي انت ماشي عليها والكاستمر، وتو ايدنتيفايت ازاي، وتتجمع الفويس اوف كاستمر ازاي. فادي مثال اهو، حتى كان بيقول لك ابقى اقرا انت بقى، انا حاطه لك السلايد قرايه يعني، لكن مجرد انك بتكتب ورايا نوتس وتفهم اللي انا بقوله، هو ده اللي انا عايزاه وهو اللي انا بقوله هو اللي انا همتحن فيه. يبقى اهو حتى بيقول لك بص، الكواليتي بلاننج من از استراتيجي strategic activity زي البرودكت ديفلوبمنت بلان، زي الفاينانشال بلان في اهميتهم. بيقول لك مثلا هي الكواليتي بلاننج انفولفز ايدنتيفاينج الكاستمرز، ودي مهمه جدا. وانا هطلع منهم الكريتيكال تو كواليتي كاركترستكس ازاي، زي الاكسترنال وزي الانترنال اللي بيطلع اللي هو احنا بنسميه الفويس اوف كاستمر. فعشان كده بيقول لك ما ينفعش بس ان انت تكون بتركز على statistical analysis فقط. ده كان بيفرق لك ما بين كواليتي كنترول كواليتي اشورنس. انا هكتفي باللي انا قلته واللي فريناه في الامريكان سوسايتي فور كواليتي.
والكواليتي امبروفمنت مش بس الاس بي سي اللي احنا بنعملها الاكسبتنس سامبلنج زي ما قلت لك ما هياش ستاتستيكال فعلى جنب يعني، لكن مش بس اس بي سي، ادي التوتال كواليتي مانجمنت من ضمنها السيكس سيجما. هنفر النهارده نقول يعني ايه سيكس سيجما، اللين اهي، دول الفايف اس والكايزن وغيره، ده تولز بتاعت اللين، وكوزن افكت دايجرام الداميك احد حاجات بتاعت السيكس سيجما. يعني اي حد بيتارجت ان انه بيرديوس الويستس ويرديوس الفاريشنز يقدر يقول انه بيعمل كواليتي امبروفمنت. تمام، فاحنا بقى هنركز على ايه؟ هنركز على ناخد بريك 10 وايه اللي هنكمله بقى بعد البريك. احنا كده اللي اتكلمنا فيه، اتكلمنا في الديفينيشن بتاع الكواليتي والديفينيشن بتاع الكواليتي امبروفمنت، واحنا فين من العلوم الاخرى، بس كده ده اللي احنا اتكلمنا فيه. طب هنتكلم ايه بعد البريك؟ هنتكلم بعد البريك على احنا فرقنا ما بيننا وما بين اللين. طب الناس بتقول سيكس سيجما، ولما تيجي تقرا في كتب السيكس سيجما هتلاقي بيتكلم في نفس الاستاتستيكال اناليسيس بتاعتنا وبتاعت الديزاين اوف اكسبيرمنت. يعني زي ما قلنا الاس بي سي والديزاين اوف اكسبيرمنت فيهم حسابات، فالناس اللي هتشتغل في السيكس سيجما هتلاقي نفس الحسابات بتاعت الاس بي سي والديزاين اوف اكسبيرمنت موجوده فيها. طيب ليه بقى ناس سمت علم كده سيكس سيجما تبع الكواليتي؟ ده عايزين نتكلم فيه بعد البريك. والكوستس بقى زي ما انا طلعت لك الاعلان بتاع ايكيا ده، اعلان ايكيا ده يمثل ايه؟ لما انا قلت لك المره اللي فاتت المثال بتاع امريكا واليابان، قلت لك ايه؟ قلت لك اليابان دي كانت عملت كواليتي امبروفمنت ادت الى تو بي ترانسليتد انتو ليس كوستس. طب ازاي يا دكتور؟ هو مش انت اصلا لما تعملي كواليتي اكتيفيتيز انت بتبذلي مجهود فبتغرميني فلوس؟ بقول لك انا بغرمك فلوس عشان افادي فلوس اكتر. يبقى هنا بقى ومن اول المحاضره وكل مره بقول لك ايه، اي هاف تو بالانس الاكتيفيتيز اجينست الكوست. لا، يبقى لازم بقى نتكلم ايه الكواليتي كوستس بقى، عشان يبقى بس كل حاجه قلناها ما تطلعش كده، يبقى لازم فاهم معناها مكتمل. فيبقى بعد البريك ان شاء الله هنتكلم على السيكس سيجما. مش طبعا مش هاخد السيكس سيجما، انا بتكلم يعني حاجه كده بسيطه من السيكس سيجما، او حتى خلينا نبتدي بالكواليتي كوست بتاعتها، وحسب الوقت اللي يتبقى نشوف الايه في السيكس سيجما. تمام، فناخد بريك 10 ونرجع نكمل ان شاء الله باذن الله. الرحمن الرحيم. هنقول ايه ده بقى دلوقتي؟ احنا زي ما احنا قلنا الكلام اللي اتناقشناه المره اللي فاتت، او يعني في الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه، احنا عملنا ريفير للكوست بطريقتين. قلنا اول حاجه ان انا اي هاف تو بالانس اول اكتيفيتيز اجينست الكوست، يبقى لازم اعرف احنا بنركز ايه الكوست اليمنتس اللي ريليتد لعلم الكواليتي ده اصلا. تاني حاجه ان احنا لما ادينا المثال ولقينا ان احنا قلنا ان الكواليتي امبروفمنت بيبقى مقابل ليها ان انا بريديوس الكوستس، يبقى لا، يبقى لازم كده نوقف على كلمه كوستس هنا، الكواليتي كوستس، لان انا اكشولي كل اللي انا هدرسه لك في الكورس هنا ده بيكلفني. لو ما كانش بيكلفني ما كنتش اتعب نفسي وادور على السي تي كيو. ما انا بدور على السي تي كيو ليه؟ لاني مش قادره اخد كل الكريتيكال تو كواليتي كاركترستكس، لان ده اصلا مش هيخليه، مش هقدر، لا عندي وقت ولا مجهود ولا فلوس اقدر ادرسهم. لو عندي ما فيش مشكله، لكن اللوجيك بيقول ان في السوق دلوقتي ما ينفعش. يبقى انا بختار الكريتيكال تو كواليتي كاركترستك عشان ايه؟ في الاكتيفيتيز اللي انا هعملها دي هتكلفني فلوس. يبقى تعالى ناخد بقى دلوقتي اللي انا هنتكلم فيه اللي احنا بنسميه الكواليتي كوستس. كل المراجع بتكلاسيفاي الكواليتي كوستس انتو فور كاتيجوريز. كل المراجع اغلب يعني الا مراجع مرام بيعني اغلب يعني على الاقل اللي انا شفته هم بيكلاسيفاي الكواليتي كوستس انتو فور كاتيجوريز. والصراحه الفور كاتيجوريز لوجيك جدا، مش محتاج تحفظهم. تعالى نفهم كده، هو بيصنفهم ايه؟ اربعه كاتيجوريز، اتنين بتدفعهم عشان تتفادى، يعني لو قلت اليمينيت ابقى ببالغ، بس خلينا نقول كده، اتنين بدفعهم عشان احاول اتفادى واليمينيت اتنين تانيين. تعال نبتدي كده باللوجيك وانت اللي هتجاوبني. انا لو وصل لايد العميل زي اهي، زي اللي احنا لسه كنا المثال اللي انا قلتها دي اهو، هنا المنتج البايظ بقى في ايد مين؟ هو انت عندك حاجه من الاثنين، يا منتج بايظ حصل ورحقته
قبل ما ريحته قبل ما يطلع من الايه من المصنع بتاعك او سيرفيس ريحتها قبل ما تأديها، يا اما لا خلاص المنتج ده او السيرفيس وصل لايد العميل. المثال اللي موجود على السبوره ده ريحته ولا الباد كواليتي وصلت لايد العميل؟ الباد كواليتي طبعا وصلت لايد العميل. ده اسمه ايه؟ هو هنا ايكيا غرمت ايه؟ غرمت فلوس، اعلان في الجورنال حاجه بس، وفي بيرسيفد كواليتي. هو احنا مش قلنا البيرسيفد كواليتي دي من احد الدايمنشنز اوف كواليتي؟ اه طبعا. وغيرها، يبقى انا غيرها ايه؟ ايه اللي ممكن تاني، ايه اللي ممكن يحصل لو انا الحاجه باد كواليتي برودكت او باد سيرفيس وصلت ايد العميل؟ يلا انت كده انت اعتبر نفسك كاستمر وقول لي اه تصدقي انا فعلا خدت سيرفيس وحشه جدا وده خلتني اعمل كذا 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 كذا، او ده برودكت كان سيء وده كان انطباعي كان عليه كذا كذا كذا. ها تفتكر ايه الكواليتي كوستس لما الحاجه المعيبه توصل لايد العميل؟ ايه الكونسيكوينسز؟ اول حاجه ان هو هي الكاستمرز بتاعته هتقل بسبب ان هو ناس بتقول لناس ده وحش. حلو، يبقى ممكن نقول ان البرسيفد كواليتي بتاعته هتقل وبالتالي الماركت شير بتاع الكونسيكونسز بتاعته انها هتقل. تمام، ايه تاني ممكن يحصل؟ ايه الكونسيكونسز ان الباد كواليتي وباد سيرفيس وصلت لايد العميل؟ depending على الكونسيكونسز، لو حاجه كبيره قوي الموضوع ممكن يوصل لقواضي وممكن يدخل في محاكم، فكل ده برضه ينور عليكي. صح، عندي liabilities وقواضي، والله ربنا يحفظ الجميع، وحوادث. يعني انت عارف مثلا لو انت بتعدي كده جنب ورشه سيارات احيانا ممكن تلاقي قدامها كده عربيه مخبطه. هو بيعملوا ايه عندنا ورشه سيارات؟ بتستعين بيها المؤسسات الاخرى وبعض المحاكم. يعني مثلا سي في ديسبيوت مثلا ما بين شخص والمصنع، او حتى بيبقى حمايه المستهلك عايزه تقيم حاجه معينه، فبيجي توصل عندنا. ودي طبعا دي كونسلتنج بروجكت بفلوس، ده في ناس عندنا بيسافروا وبيشهدوا في المحاكم والكلام ده كله. طب ما ايه وجع الدماغ ده كله؟ لان المنتج وصل بايظ او وصل فيه عيب، او الناس بتختلف بقى، بس في الاخر ان في مشكله وصلت المنتج او السيرفيس في ايد العميل. يبقى انا عندي هنا زي ما مايف المشكوره قالت، قال ده ممكن توصل ديسبيوتس ولايبيليتيز وغرامات والكلام ده كله. ايه تاني؟ اجرميها في وشه، اقول له خد يا عم منتجك البايظ ده. يبقى انا كمان عندي هنا ايه الريتيرن برودكتس بكل بقى بكل الاندايركت كوستس بتاعتها، يعني باللوجيستكس. طب انا هعمل مثلا يعني بتاع سامسونج اللي البطاريات فرقعت، عمل ايه؟ عمل ريكول للمنتجات بتاعته. هو انا لما اعمل ريكول ده، حتى في ادويه، ده في ادويه بيعملوا لها ريكول، ده معناه ان الباد كواليتي وصلت لايد العميل. انت متخيل البروسيس بتاعت الكول دي ممكن تكلفه قد ايه؟ غير السمعه، غير اي حاجه تانية. ده اللوجيستكس والريتيرن بتاعها ايه، وهي البروسيس اللي جاي ده ايه، وممكن كمان اصلا اخده وابتدي اعمل له الحاجه اللي بايظه دي ممكن تكون في الوارنتي كوستس وادفع عليها في فتره الضمان. وغيرها كل ده بنسميه ايه بقى؟ ده بنسميه اكسترنال. اكسترنال جايه من العيب وصل ايد العميل. external failure cost، العيب اوريدي حصل وكمان external يعني خلاص وصل ايد العميل. يبقى في المقابل عندي ايه؟ عندي internal failure cost. لا ده الباد كواليتي او الباد سيرفيس حصلت، بس انا لحقتها قبل ما توصل لايه؟ لايد العميل. ايه consequences بتاعت internal failure cost؟ ها ولا لا خلاص الحمد لله والدنيا كده تمام وانا ما حصل خير. ايه consequences ان انت يكون عندك ان انت في باد كواليتي بس لحقتها قبل ما توصل لايد العميل؟ هو الحمد لله طبعا، لكن في consequences برضو. اقل خطوره من الاكسترنال. الاكسترنال اللي ممكن يوصل اللهم الطف بالجميع حوادث، لكن الانترنال برضو في consequences. ها تفتكر ايه quality costs اللي ممكن تندرج تحت الانترنال failure cost عشان اثبت لك ان مش ما فيش حاجه حفظ؟ هي كله باللوجيك. اتفضل. مين يقدر يفكر؟
تخيل كده انت واقف في مصنع مثلا وفي منتج لقيته بايظ، خسرت ايه؟ بحاول اعمل اناليسز للمشكله نفسها، تايم كده كده انا خسرت تايم وفلوس. الله ينور عليك. بتقولك اصلا انا لو لقيت عيب مش هفضل افضل انتج، وقف يا ابني خط الانتاج، احنا عندنا مشكله. يبقى عندي الداون تايم ده، وكمان بقى زي ما هي بتقول لي الاناليسز اللي انا هعمله بقى عشان الفيلير ده اجري وراه، هو العيب حصل ليه بقى دلوقتي عندي نتيجه ايه؟ ايه تاني؟ افرض مثلا حاجه زي الابرال مثلا برينت مثلا مشفتها، يعني ما فيش اي بتأدي الفانكشن وكل حاجه بس الرسمه مشفته، ممكن يبقى ايه؟ داون جريدنج، زي ما احنا بنسمع كده الدرجه الثانيه، خسر اهو ان ما باعهاش بسعره الاساسي وباعها باقل تكلفه، بس احسن من ما فيش. انا عندي الحاجه البايظه يا هرميها، اللي بنسميها سكراب، ودي تكلفه السكراب، يا اما حاجه هقول لا هي ممكن بص دي في لو عدت على البروسيس دي تتظبط، يبقى تكلفه الريورك. الريورك دي فيها خامات، فيها عماله، فيها وقت مكان، انا محتاج اعمل ده كله. يبقى انا فيلد لوسز، انا في عميل واقف لي عايز 100 حته، نتيجه ان انا عندي 10 بايظين مش هقدر افولفيل الريكويرمنتس بتاعتي. ده ممكن يكون الكونسيكونسز بتاعتها لوست سيلز، ممكن يكون الكونسيكونسز بتاعتها بينالتي نتيجه كونتراكت معين. يبقى ده كل ده ايه؟ انترنال فيلير كوست. يبقى عندي تو كاتيجوريز، خلاص دول انت بقى عايز تعمل فيهم ايه؟ عايز تتفاداهم او تقللهم على قد ما تقدر، ان العيب اصلا ما يحصلش لا انترنال ولا اكسترنال اصلا. تعمل ايه بقى؟ تعمل حاجتين، تقيم وتمنع. اقيم يعني ايه؟ اعمل ابريزل، وامنع اعمل بريفنشن. فالتو كاتيجوريز التانيين اسمهم ابريزل كوستس و prevention costs، والمسمى بتاعهم لوجيك جدا. خلينا نبتدي بالابريزل. مين اللي ممكن من اللي انا قلته في منهجنا يندرج تحت الابريزل كوست؟ انا عايز اعرف، عايز اقيم بس كده، هو اشوف بس هو ايه الكواليتي دي عدله ولا مش عدله. مش الانسبكشن يعمل ابريزل؟ هو كل ميزه الانسبكشن within الاكسبتنس سامبلينج بيعمل ايه؟ بايزر بيسورت اوت الجود كواليتي فروم باد كواليتي. يبقى عملت ابريزل ولا لا؟ ما هو ابريزل يعني بتقيم حاجه، يبقى عملت ابريزل ولا لا؟ طب تفتكر الاس بي سي ابريزل ولا بريفنشن؟ ما هو انا ليه بشرح الكواليتي كوستس؟ لان السببين اللي انا قلتهم في الاول، ان انا بقول دايما، كنا بنقول دايما انا ببالانس اول اكتيفيتيز اجينست الكوست، واحنا بنقول ان الكواليتي امبروفمنت لما بتزيد بتقلل لي التكاليف. يبقى معلش بقى، يبقى لازم نريفير لكواليتي كوست. بس اكشلي المين اوبجكتيف بتاعي اني عايز اكلاسيفاي اللي انا هدرسه هو يندرج تحت اني كواليتي كوست. اول حاجه انا قلتها الانسبكشن بتاع الاكسبتنس سامبلينج، انا بقيم بس، انتوا اللي لسه قايلينه، انا بسورت اوت الجود كواليتي فروم الباد كواليتي. يبقى ده ابريزل كوستس. اي حاجه مرتبطه بعمليه الانسبكشن هتندرج تحت الابريزل كوست. طب الاس بي سي الاستاتستيكال بروسيس كنترول تحطه تحت الابريزل ولا تحطه تحت البريفنشن؟ لو فعلا فهمت اللي انا قلته بتاع الاس بي سي تحطه تحت ايه؟ بريفنشن يعني بيمنع من الاول. الاس بي سي يندرج تحت مين يا شباب؟ البروسيس كنترول. طب حد يفكرني تاني، البروسيس كنترول المين اوبجكتيف بتاعته ايه اصلا؟ عايز اتاكد ان ايه البروسيس ماشيه صح. الله ينور عليك، البروسيس سليمه ولا مش سليمه؟ طب ولما انا اتاكد ان البروسيس سليمه، في الغالب انت بتمنعي ان يطلع منها حاجات بايظه ولا لا؟ تمام. يبقى الاس بي سي بيندرج تحت مين؟ تحت البريفنشن. يبقى عشان كده لما اجي اطلع لك السلايد دي كده مثلا، يعني هي فصلت ولا ادي الفور كاتيجوريز بتاعت الكواليتي كوست. اتنين بدفعهم
عشان اتفادى اتنين. اتفادى مين؟ بتفادى الانترنال فيلير كوست والاكسترنال فيلير كوست. او الاكسترنال زي ما مايف المشكوره قالت اهي، لايبيليتي كوستس، وارنتي، الريتيرن برودكتس وماتيريال، حتى الكومبلينت ادجستمنت. ده زي الكول سنتر، انت فاكر يعني الكول سنتر ده ببلاش؟ هو بيعمل ايه؟ ما هو عمال بنتكلم يعني في الاغلب بتبقى كلها شكاوي، واي اندايركت يعني اي حاجه بقى مش مرتبطه بخامات، بمكن، بعماله، كل التكاليف بقى اللي بتغرمها وانت ماشي في السكه. وهنا الانترنال فيلير كوست، ادي سكراب، ادي ريورك، ريتستنج. ما انا لما اعمل ريورك محتاج اعمل ريتستنج، فيلير اناليسيس زي ما راحت مايفل قالت، هو العيب حصل ليه اصلا؟ اعمل داون تايم واعمل فيلير اناليسيس. ييلد لوسز زي ما بقول لك، انت كنت ناوي متفق على كونتراكت 100 ما قدرتش تسلم غير 90. الداون جريدنج اللي احنا قلنا انت بتخسر انك ما بتبيعهاش درجه اولى. فدول مفهومين. طب انا بدفع دول بقى عشان احاول اتفادى او اقلل دول. ادي الابريزل كوست زي الانسبكشن والتستنج بتاعت الانكمينج ماتيريال وبتاعت الفاينل برودكت، واي ماتيريالز بقى واكويبمنت الكاليبريشن بتاعتها، اي حاجه مرتبطه بعمليه الانسبكشن. بص كده البريفنشن اهو، البروسيس كنترول اهو، منطقي. لان انا بقول البروسيس كنترول، انا عايزه زي ما مايف المشكور كده بتقول لي ايه، هي البروسيس بتاعتي سليمه ولا لا؟ ولو انا عايز اتاكدت ان البروسيس بتاعتي سليمه وخدت اكشن، ما انا خد بالك مش بس هقول سليمه ولا مش سليمه واسكت، في حاجات تانية لازم تعملها. فلو اكتملت البروسيس يبقى انا كده بحاول، ما بقولش اضمن 100%، بس بحاول على الاقل ما اطلعش بايظ، يبقى انا كاني بعمل بريفنشن. شوف بقى من ضمنها مين؟ من ضمنها الكواليتي بلاننج، المانجمنت انت اسبيكس. عشان كده بقول لك خطوره بقيه العلوم الاخرى، مش معنى ان انا ستاتستيكال يبقى انا اهم، لا اهو ده الكواليتي بلاننج من الاول. انا لو فاهمه الكاستمر بتاعي وعندي بلان محدده، انا بمنع ان انا اقع في الغلط بعد كده، ببقى فاهمه راسي من رجلي من الاول. يبقى الكواليتي بلاننج من البريفنشن. شوف حتى مين احد الاكتيفيتيز بتاعت الكواليتي اشورنس، از كواليتي بريفنشن، التريننج. مش احنا قلنا التريننج بيأشور الكواليتي اصلا؟ طب ما انت بتعمل ايه ده؟ انت عايز تضمن من الاول ان ما ان العامل ده ما يشتغلش غلط. هل بتضمن؟ ما اعرفش. ما احنا عشان كده بعد ما بنعمل تريننج ببتدي اعمل كنترول على البروسيس بتاعت التريننج اهي. لكن في كل ده يندرج تحت مين؟ كل ده يندرج تحت البريفنشن كوستس. يبقى هدفي من ان انا شرحت الكواليتي كوستس النهارده ان انا اصلا عملت ريفير للكلمه دي في كذا في الكونتكست بتاعت الشرح، غير ان انا اصلا عايزه اكلاسيفاي اللي احنا بندرسه هيندرج تحت اني كوستس. فالناس بتسمي بقى ايه؟ بتسمي التو كاتيجوريز دول، بيسميها الكوست اوف كونفيرمنس. ما هو انا بعمل كل ده عشان ايه؟ احاول ابيلد الكواليتي من السورس عشان اتفادى الكوست اوف نون كونفورمنس. نون كونفورمنس ليه؟ لان هو زي بيقول لك الكوست اوف كونفورمنس ده بتاع ايه؟ ماني سبنت ديورينج ذا بروجكت تو افويد، اصلا انت عايز من الاول ما يحصلش فيلير. لكن دول اللي هو الكوست اوف نون كونفورمنس ده ماني سبنت ديورينج اند افتر ذا بروجكت بيكوز اوف فيليرز، لا ده خلاص العيب اوريدي حصل. عشان كده لما اقول ان الكواليتي امبروفمنت بتاع بتقلل لي الخسائر مع اني بدفع، لان الكونسيكوينسز بتاعت دي اخطر من الكونسيكوينسز بتاعت دي. يبقى انا لما اجيب لك في الامتحان الرسمه بتاعت ايكيا دي تقول لي ايه؟ ده اني كاتيجوري، واحط لك في الام سي كيو الاربع اختيارات: internal failure cost, it's an external failure cost, it's an example of prevention cost, is an example of appraisal cost. هتسلكت مين؟ الاعلان اللي عملته ايكيا ده هتسلكت مين من الفور كاتيجوريز؟ معلش ما سمعتش يا مايف. تمام، اكسترنال فيلير كوست، خلاص مش محتاج تحفظ، هي حاجه مفهومه. ويفرق معايا الكلاسيفيكيشن ده؟ طبعا يفرق، لان عايز ياكد لك شايف اهميه الكواليتي سيستمز والاشورنس والكواليتي كنترول، عايز ياكد لك اهميتهم لانك عايز تتفادى الانترنال والاكسترنال. ايه الانترنال والاكسترنال فيلير كوست؟ انا هكتفي بكده، لكن انت بقى الناس اللي محتاجه اللي عايزه تقرا اكتر هتلاقي بقى السلايدز حاطه لك انا امثله وشرحها لك كل واحد منهم، وكل واحد فيهم شارح ايه كل نوع عباره عن ايه.
فانت بقى لو انترستد كمل القرايه الايه، كمل القرايه ده اهو. عشان كده الجمله هنا بقى كده does make sense ان الافكتيف كواليتي امبروفمنت كان بي ان انسترومنتال ان انكريزنج البرودكتيفيتي، وبالتالي بتريديوس مين، بالتالي بتريديوس الكوست. حتى لو انت حتى لو الاكتيفيتيز بتاعتي فيها كوست اللي هو كوست اوف كونفورمانس، بس انا ده عشان احاول افادي او اقلل الكوست اوف ايه، الكوست اوف نون كونفورمانس. دي بس سلايدز ليك لو انت انترستد. عمري ما هسألك طبعا في الكواليتي ليدرز او تاريخ الكواليتي، لكن بالذات في علم الكواليتي اغلب التولز متسميه باسامي العلماء بتاعهم. ودايما دايما لما تكون انترستد في علم لازم تبقى عارف مين الايه الكي بيرسونز في المجال ده. لكن انا عمري ما هسألك يعني فيها، لكن انا قصدي الناس الانترستد بعد كده تقدر تقرا. يعني مثلا الناس بتوع التوتال كواليتي مانجمنت بيدرسوا حاجه اسمها ديمينجز 14 بوينتس. طب يقعد يدرس ايه الاستراتيجيز اللي قالها ديمينج، والناس شكرت فيها ايه وعابت فيها ايه، يعني بيبقى بالمسمى. احنا مثلا هندرس حاجه اسمها التشو هارت كنترول شارت. شو هارت ده اسم العالم نفسه، متسمي كنترول شارت باسمه. فبيبقى بس ايه ان انت بتبقى عارف ان بعض الحاجات متسميه باسامي الايه الليدرز في المجال ده، لكن عمري ما هسالك طبعا على الليدرز بتاعها. وبقى هنا ده التاريخ بقى لو انت انترستد في الكواليتي. بص التاريخ في الكواليتي بدأ من سنه 1700، والحاجه ابتدت تظهر فين، وطبعا اغلبها ظهر في ايام الحروب يعني. تمام، انا مش فاكره قلت ولا لا، ده التكست بوك بتاعنا، وانا حاطه لك يمكن في اول سلايدز خالص الكفر بيج بتاعه ده، من يعني ده ستودنت اديشن اللي هو انتدكشن تو ستاتستيكال كواليتي كنترول بتاع مونتجومري. مونتجومري ده مشهور جدا في علم الكواليتي، اصلا ليه كتب من الاساسيات، يعني ليه كتب من البروبابيلتي اند ستاتستكس، مره بالاس بي سي مره بالديزاين اوف اكسبيرمنتس، يعني ليه في الايه وهو لسه عايش، يعني ليه في العلوم الايه المختلفه. بس ده يعني ده بترتيب كده ماشي جدا مع المنهج بتاعنا. فاحنا بنشتغل على الكتاب ده وهتلاقيه على النت كتير يعني. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على الديفينيشن بتاع الكواليتي، الكواليتي امبروفمنت. احنا فين من العلوم الاخرى والترمينولوجي بتاع الكواليتي كوستس. تعالى كمان ناخد، احنا شفنا اللين، تعال نقارن بقى كمان بالسيك سيجما، لان كمان في علم اسمه لين سيك سيجما، والسيك سيجما كمان واخده فلير كده فيها، لانها طبعا فيها سيرتيفيكيشن يقول لك الجرين بيلت والبلاك بيلت. فيعني ايه، اغلب الناس في السوق مهما كان تخصصك هتلاقي لازم هيعدي عليك وان يعني في وقت ما كلمه لين وكلمه سيك سيجما. فاسمعها مني، والناس الانترستد بقى تبقى تقرا هي بعدين الايه العلوم دي. زي ما احنا قلنا السيك سيجما هي الستاتستيكال اناليسيس، فيها هو اللي احنا بنقوله والناس بتوع ديزاين اوف اكسبيرمنت بيقولوه، مفيش فيه جديد. هو الجديد الكونسبت بتاع السيكس سيجما، لان احنا دايما متعرف ان احنا بنتكلم على 3 سيجما. طب الكونسبت بتاع السيكس سيجما ايه؟ مش هشرحه، لكن اقول لك كده انه بيحاول يجبر او يعني يدفع المؤسسات انها تقلل الفاريشنز. خلينا نكتفي على كده، ان هو بيحاول يدفعهم انه يقلل الفاريشنز، فبيساعدوا باستراتيجيز وبتولز انها يبقى هو ده المايند سيت بتاعته. فمن اشهر الحاجات اللي الناس بتدرسها في السيك سيجما هو الدميج. وهقول لك انا ليه هفر عليها سريعا كده. هاي مايفر اتفضلي. لا معلش صوتك ما بقاش واضح يا مايفل، حاولي تبعدي عن المايك شويه او زي ما كنتي في الاول. في الاول كان صوتك واضح. عامله شيرنج لاي كونتنت بس هو ظهر. هو عملت خلاص ظهرت تمام كده. تمام، وهقول لك ليه انا بشرح لك الضميك ده. في على فكره في ضميك وفي ضمادف، مش مجالنا السيك سيجما، لكن هو ده اهم. خلينا تعالي اقول لك الابريفيشن ده برضو زي ما قلت لك مفيش ابريفيشن بكتبه الا لما بيكون ستاندرد. ده اختصار ايه؟ ده اختصار ديفاين ميجر انالايز امبروف كنترول. والدماتيف اخرها بيبقى ديزاين فيريفاي. هنا امبروف كنترول يعني انت بتعمل امبروفمنت على اكزيستنج بروسيس وعايز تعمل لها امبروفمنت، وده اغلب الحاجات بتبقى كده. لكن ده ما يمنعش ان هو برضه بيديك المايند سيت بتاع ديزاين يعني بتشيل الاي سي ده تبقى ديزاين فيريفاي.
بتشيل بتشيل فيها لانك ما عندكش امبروفمنت، هتمبروف ايه وانت لسه اصلا ما عملتش ديزاين؟ فبيبقى قدامك قدام ضيف اللي هي ديزاين، واحده امبروف كنترول والثانيه ديزاين وفيريفاي الديزاين بتاعك، حاجه فروم سكراتش يعني، واحده على اكزيستنج بروسيس والثانيه فروم سكراتش. الناس اللي بيدرسوا سيكس سيجما بيتكلموا على الدمج ده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك بروبلم سولفنج ابروتش، طريقه تفكير. يعني وانت في مشروع التخرج انت على فكره مشيت بالدمج ده، بس يمكن ما سميتوش بالطريقه دي. هو بيتكلم على ايه؟ ديفاين ميجر انلايز امبروف كنترول. ده بيقول لك في الديفاين، يعني انا لو سالتك كده ايه المراحل اللي انت مريت بيها في مشروع التخرج بتاعك، اول حاجه فكرت فيها كده بتعمل ايه؟ مين يقول لي انا فكرت مشروعه ايه وفكر فيه ازاي؟ ها مش احنا سينيور تو كل اللي قاعد؟ حد يقول لي كده مشروع ايه؟ طيب قربنا نخلص، استحملوا معانا. ها مين شغال في مشروع اللي قدامنا دول؟ في حد؟ ايه محمد اتفضل. يعني احنا شغالين في مشروع له علاقه بالسولار بانل والماكسيمم باور بوينت. حلو، الاوبجكتيف ايه في المشروع بتاعك يا محمد؟ لان انا ممكن ناس كتيره كلها تشتغل في السولار بانل، بس اللي هيطلع من المشروع حاجه مختلفه، فانت المين اوبجكتيف بتاع البروجكت بتاعك ايه؟ كان في الترم الاولاني ان احنا نديزاين السيركت، في الترم الثاني ان احنا نقدر نعمل لها امبلمنتيشن على الحقيقه ونطبقها ونخليها تشتغل. حلو، ولما انت عايز تديزاين السيركت دي كان هل كنت بتارجت ايه بالظبط؟ او بمعنى ادق يعني، خليني اقول بمعنى ادق، انت تقول ان انا نجحت في التصميم لما تحقق اكيد في بيرفورمانس ميجر بتقيسه، اني بيرفورمانس ميجر كنت بتارجت؟ اللي هو اقدر اجيب الماكسيمم باور بوينت بتاعت البي في عندي، اللي هو اقصى طاقه تقدر تصلحها منه. حلو جدا، يبقى محمد قال لي ايه؟ قال لي انا بتاعتي، هو كان بالنسبه له ديزاين وفيريفاي، عايز ديزاين السولار بانل دي والاوبجكتيف انا عايز احقق باور معين، باور بوينت معين. يبقى اول حاجه، اول ما ابتدى المشروع محمد عمل ايه؟ بيعمل ديفاين، انا عايز اعمل ايه؟ واحد قال لك لا انا الاوبجكتيف بتاعي ان انا عايز اعمل ديزاين، والتاني قال لك لا ده انا خدت مشروع زمايلي كانوا عاملينه بس انا شايف ان انا اقدر احسن الباور بتاعه، فعايز اعمل امبروفمنت على السيستم اللي هم عملوه، ما عنديش مشكله. يبقى اول خطوه دايما انت بتفكر في ايه؟ اللي هي نقطه البحث بتاعتك. يبقى ده اللي احنا ده اللي بيقوله البروبلم ده، طريقه الدمج دي بتقول لك فكر بالطريقه دي، رتب افكارك مش اكتر من كده. اول حاجه ديفاين، بتديفاين ايه؟ بتديفاين البروبلم اللي انت بتواجهها، او الناس المتفائله بتقول الاريا اوف امبروفمنت اللي انت عايز تستغلها، وده اللي قاله لي محمد. حتى لما درست بروجكت مانجمنت، كان احد كان اشهر تاسك بتتعمل في مرحله الانيشيشن اللي هي البروجكت تشارتر. ايه البروجكت تشارتر في البروجكت مانجمنت؟ انك بتدي فورمال اثورايزيشن للبروجكت مانجر، جو اهيد سيلكت يور تيم واشتغل في الخطوط العريضه دي، هاير ليفل مفيش ديتيلز. فهو بالظبط الديفاين ده البروجكت تشارتر بتاعك انت. لما محمد ومجموعته ابتدوا يشتغلوا كان في كده دوكيمنت كاتب فيه كده شويه كلام، كان ممكن يحطه في ستاندرد فورم اللي اسمها بروجكت تشارتر. المين اوبجكتيف ايه؟ انا والخطوط العريضه، هل انا مثلا هصمم التايم فريم لازم يكون في الترم الاولاني اطلع بنقط معينه، في الترم الثاني اطلع بنقط معينه، البادجت في حدود كذا، التيم ممبرز ايه؟ ده البروجكت تشارتر بتاعي. اكيد كلنا عملنا كده في المشروع بتاعنا. طب بعد ديفاين، طيب اول خطوه ابتديت بعد ما عرفت يا محمد ان انت عايز تعمل ديزاين للسولار بانل، اول حاجه ابتديتوا فيها عملتوا ايه كتيم؟ ده يعني احنا الاول كنا عملنا اكيد سيرش عشان نفهم عن الموضوع اكتر. الله ينور عليك، سيرش
بالظبط كده، عشان ايه؟ نفهم الموضوع ده الميجر فيز. وعلى فكره دي بتبقى من اصعب خطوات البروجكت، لان وانس ان انت معاك داتا خلاص انت تقدر تعمل اناليسز بسهوله جدا. فهنا بقى ده اللي قاله محمد صح، بيقول لك خلاص انت مش عرفت ايه المشكله اللي انت عايز تعملها او الاريا اوف امبروفمنت اللي انت عايز تحددها، تعالى بقى نوصف البروسيس كلها لها. طبعا يجي منها بقى انك تعمل سيرش وتجيب الداتا بتاعتك، وممكن في ناس تنزل مصانع وتاخد قرايات. وطيب لما راح للسوبرفايزر قعد يرغي له كده، ولا اكيد دور على طريقه يعمل بيها ريبريزنتيشن مناسبه لكل المعلومات اللي جابها؟ دي مرحله ميجر، انك عارف بمعنى ايه، بترفع السيست زي بتوع المدني كده، ما بيقول لك انا بعمل البلو برنت بتاعتي. طيب وبعد ما عمل ميجر وجاب ارقام بقى وداتا، هي محمد اتفضل. بعد ما عملت كده، عملت زي ما حضرتك قلت، اللي هو عملت برزنتيشن للدكتور وكل حاجه عشان نعرفه اللي وصلنا له. تمام. بعد كده بقى ابتدينا نانلايز الحاجات اللي احنا جبناها عشان نطبق المشروع على الكمبيوتر او البروجرامينج سيستم بتاعنا. ده كمان شوف عملي، ده طبق على برنامج ممكن يكون عمل اناليسز معين. حلو قوي. يبقى انت دلوقتي في مراحل معينه بتمر بيها، وكل مرحله استخدم محمد تول مختلفه لان الاوبجكتيف مختلف. ده اللي عايز الداميك يفكر، هو ده بس اول حاجه الناس بتوع السيكس سيجما بتدرسها. ديفاين ميجر انالايز امبروف كنترول، يا ديزاين ميجر انالايز ديزاين فيريفاي. بيعمل ايه اهو؟ سيبك بقى اقرا انت الكلام ده بقى، ده انا حطيت لك بروفيرب من اشهر، يعني مثلا ده من اشهر الناس اللي هو ديمينج: It is not enough to do your best, you must know what to do and then do your best. عايز يقول لك من الاخر لازم يكون عندك بلان، عندك خطه، عارف راسك من رجلك. عشان كده البروبلم سولفينج ابروتش للناس، على فكره الداميك دي مش جديد، احنا من زمان من العشرينات او الاربعينات مش فاكره الزمن كان بالظبط، كانوا اصلا السايكل دي موجوده بس كان اسمها كده اهو، ده كان المسمى بتاعها زمان، اسمها شو هارت سايكل باسم العالم. دي قديمه جدا. بلان دو تشيك اكت، بلان التشنج اللي انت عايز تعمله، كاري اوت التشنج ده، تشيك اعمل اناليسيس بقى، هل جاب اهو يعني ستادي اند انالايز ذا ريزلتس اوبتيند. ايه اللي انت اتعلمته من الاناليسيس ده؟ ده انا لما اغير دي للباور بيزيد، لا ده انا لما اعمل دي باور بينج جبرايزد مثلا، وتاخد اكشن بقى. لا ده انا هضبط التشنجز اللي جابت لي بوزيتيف وهافويد ده الاكشنز اللي ادتني نيجاتيف على الاوبجكتيف بتاعي، وتكلوز لوب، بتقعد تعيد تاني وتحسن. هي دي كانت موجوده، بس بدل ما راح ابتدى يشرحها اوسع بس عشان يعني ايه الزمن فات، فراح قال لك يجدد ويغير في المسميات، فراح عمل لك بقى اهي الديفاين ميجر انالايز امبروف كنترول تو ديفاين البروبلمز ميجر برفورمانس. برفورمانس يعني في داتا لازم ترفع السيستم بتاعك، لازم تجيب معلومات عن اللي انت عايز تدرسه، وتعمل اناليسيس كوزز اوف بروبلمز. طب انا بقى اعمل الاناليسيس، الارقام دي ايه؟ انا لما بزود دي ايه اللي بينقص؟ ما اعرفش ايه. وتبتدي تعمل امبروفمنت بقى اللي هي بالمصطلح بتاعها، انت مش معاك داتا وعملت اناليسز وشفت ايه الفاكتورز اللي بتاثر في مرحله الاناليسز، تعالى بقى اعمل امبروفمنت، قلل لي بقى الويستس، قلل لي الفاريشنز اللي موجوده، والكنترول يعني انت بتقفل بقى الليسنز ليرند والدوكيومنتيشن بتاعك من الاخر. طب انا كان هدفي ايه من الدميك مع ان انا ما بدرسش سيكس سيجما؟ لان سيكس سيجما بقى لازم تشرح الكونسبت بتاع السيكس سيجما وكل التولز والتكنيك الاكس بتاعتها، لان هم الناس بتصنف كده، بتقول لك السكسس ستوريز، طب طبق فيها الداميك، طبق فيها ايه؟ انا بقى كان هدفي السلايد دي الكتاب نفسه اللي انا قلت لك شغالين عليه، اللي هو الانترودكشن تو ستاتستيكال بروسيس كنترول، مقسم الشابترز بمراحل الداميك، بتقول لك انا اني تول مناسبه في اني مرحله. زي اول حاجه قلتها اهو، وانت كنت بتعمل البروجكت بتاعك، عارف اللي احنا زي مثلا ايه الانستراكتور بتاعك لما يجي يسلم الكواليتي فايلز بيسلم حاجه كده اسمها البروجكت بروبوزل، عامله كده زي البروجكت تشارتر. ايه المشكله؟ هل البروجكت بروبوزل لازم هتمشي عليها يعني في الواقع
100%. لا ده الخطوط العريضه والاتفاق العقد بين السوبرفايزر والطلبه من الاول، فدي مرحله الديفاين اهي. تستخدم لها ايه؟ تستخدم لها دوكيمنت اسمه بروجكت تشارتر، ده الستاندرد دوكيمنت بتاع مرحله الديفاين. طيب عندك الفلوت شارتس، اظن ما فيش اشهر من الفلوت شارت انك تو ريبريزنت سايكل او بروسيس معينه، غيرها كتير بقى. طب احنا فين؟ احنا اهو بين تارجت ميجر وانالايز وكنترول. الله، هو احنا يا دكتور مش امبروفمنت؟ هو احنا ليه مش بين تارجت؟ هو ليه مش اولا مبدئيا كده الكلاسيفيكيشن ده يعني مش ابيض واسود، ممكن في ناس تختلف معاه، لكن هو ليه ما حطش امبروفمنت؟ لانه كان عايز يقول لي الديزاين اوف ريليتيف للديزاين اوف اكسبيرمنت دي شغلته اكتر، عايز يقول لك ان الامباكت يعني بياكد على الرسمه اللي احنا كنا لسه قايلين، عايز تحطها امبروفمنت ما عنديش مانع، لكن هو بيقول لك هي ريليتيف للديزاين اوف اكسبيرمنت اضعف، تاثيرها اضعف من ان انا اقول ان انا بعمل امبروفمنت زي الديزاين اوف اكسبيرمنت. شايف الديزاين اوف اكسبيرمنت بتبتدي منين؟ اناليسيس وامبروفمنت، بتبتدي بما انتهى بيه اخرين. فعايز بقى هنا يجي يقول لك بقى ايه ده، انا ده كان هدفي من الدميك، ان انا عايز اقول لك ان انا ما بديلكش، انا بديك المساله من النص، بديك جدول بارقام، بس لازم تبقى عارف انك عشان اصلا تجيب الجدول والارقام ده يا انت لازم تمر بمراحل قبل كده وتولز، وتستخدم تولز وتكنيكس قبل كده انا ما قلتهاش، يا اما اللي قبلك مر بمراحل واستخدم تولز وتكنيكس وجاب لك انت الجدول بالارقام، عملت انت عليها statistical analysis وطلعت باوتكم، غيرك هيكمل عليها شغل تاني. فانا بس عايز اثبت لك الحته دي او اكد لك ان انا ما بديلكش ماجيك واند من A to Z، ده انا بديك جزء، لكن لو عايز تحل المشكله مكتمله ده انت لازم من الاول اصلا انت اللي تعرف راس المساله اللي انا بجيبها لك في الامتحان دي تيجي ازاي اصلا، وتجمع الارقام دي ازاي، وايش معنى الارقام دي، وتكنيكلي بقى تقيس تقيس اني تستخدم اني طول الكم والوقت وهكذا. فانا بس ده كان هدفي من ان انا كنت بكلمك على الضميك، هدفي الوحيد ان انت تبقى عارف ان انا جزء او طول التولز بتاعتي بتستخدم جزء من مراحل البروبلم سولفنج ابروتش، لكن لو انت عايز تكمل البروسيس مكتمله يبقى لازم تتعلم كل التولز والتكنيكس المختلفه. يعني مثلا الناس بتوع الميجر بيدرسوا جيج ار ان ار، فيلير مودرن افكت اناليسيس، دي موجوده دي ماده كامله على فكره، دي من الحاجات اللي نسيتها، بس دراسات عليا برضو الميكانيكا بيتكلم بس الديفرنت التولز بتاعت الاناليسيس والريبريزنتيشنز بتاعتها. الناس اللي بتشتغل في regression analysis test of hypothesis من ضمن حاجات بتاعت design of experiments، احنا هندرس دي برضو، هندرس process capability. يعني انا دايما ما انا صنفتهم لك اتنين SPC و acceptance sampling، لان actually بعد SPC ملاصق ليها على طول process capability، فما كنتش بقولها لك ومحتاجة شرح اكبر، ما اقدرش اشرحه لك دلوقتي، يمكن اشرحه لك بعد المحاضرة تقدر تفهم، لكن دلوقتي مش هتفهم مني ايه process capability وهكذا. ده كان هدفي من ايه؟ ده كان هدفي من ان انت تبقى عارف ان في ناس بتحط قالب تفكر فيه، وان انا هشتغل في جزء من ايه او التولز والتكنيكس بتاعتي في مراحل من مراحل الايه الدميك بتاعتنا. لو انت انترست بقى اقرا بقى، انا حاطه لك السلايد بمثال بكيس ستادي اقراها، تقدر ايه تقدر تعرف. يعني شوف مثلا هنا في الميجرمنت مثلا استخدم ايه؟ استخدم هيستوغرام، استخدم بوكس بلوتس، استخدم الباريتو، سكاتر، ستيمن ليف دياجرام، بعض التولز عشان يريبريزنت الداتا بتاعته. الاناليسز مثلا استخدم مين؟ استخدم سيميوليشن، اظن كلنا نعرف السيميوليشن سوفت ويرز، بتحط الفاكتورز وتحط البروسيس وتبتدي تعمل سيناريو. طب لو ده زادت، طب لو ده قل، ما انت عايز تعرف مين اللي بيأثر على اللي بيعمل لي ويستس واللي بيعمل لي فاريشنز، عشان لما تيجي تاخد امبروفمنت تعرف تاخد قرار تقدر تطبق ده. عندك هنا الامبروفمنت الديزاين اوف اكسبيرمنتس مثلا، اهي كان بي ابلايد تو فيزيكال بروسيس او كمبيوتر
بتطبق على الاثنين، يعني تعملها زي الناس اللي بتعمل مثلا حاجه دي مرتبطه بيا انا مثلا. يعني في تخصصنا ميكانيكا احنا لو كنا بنعمل حاجه ستريس اناليسز كنا بنعملها على سوفت وير انسز مثلا، بحط مثلا الميكانيكال كومبوننت بتاعي واحط عليه اللودز اللي موجوده وابتدي اعمل سيميوليشن واقول له ها انا لما احط لك اللود ده هيعمل لي كلر كودد، يقول لي لا ده هيحصل لك فيلير هنا، لا ده هيحصل لك كذا. اظن انت حتى شفتها يمكن في المانيفاكتشنج، السي ان سي ماشينز بتاعت المانيفاكتشنج بيبقى فيها كمبيوتر بروجرام بتحط البرنامج بتاعك هو بيعمل دامي ران، ما بينفذش ده، بيرن سيميليشن ران على الشاشه ويوري لك ويطلع لك ريبورت. خد بالك ان الكود اللي انت كاتبه ده التول دي هتخبط في الـ في الـ في الورك بيس، لا ده الاوبريشن كلها تمت زي الفل، طبق بقى على الواقع. يعني بيعمل لك دامي ران بالكمبيوتر بروجرام قبل ما تنفذ. فده اللي احنا بقى بنتكلم ان ايه، في سيميليشن سوفت ويرز، في التولز والتكنيكس بتاعت الامبروفمنت، وكل واحده بتطبقها في ايه، في مرحله من مراحل البروبلم سولفينج، ايه البروبلم سولفينج ابروتش. والكنترول يعني ده اللي هو بيتقفل اهي، كومبليت اول ريميننج اوف الورك بتاعي، ليسنز ليرند، الدوكيومنتيشن بتاعك اهي، حتى الدوكيومنتس وهكذا. وهتلاقي بقى امثله ادي كيس ستادي حاططها بالايه بالايه بالحالات المختلفه. لكن انا اكتفي باللي انا بس قلته كده، تبقى انت على الاقل سمعت الايه الاسم، او انت حتى لما هتدور على النت السكسسز ستوري هتلاقي دايما هو مقسمها لك كده، ايه مراحل دميك اللي هو ايه اللي هو مر بيها. تعالى بقى كده نلخص اللي قلناه وهنتكلم ايه، نبتدي كده انترودكشن على اللي هنتكلم فيه المره الجايه ان شاء الله باذن الله. احنا اتكلمنا في ايه بقى لغايه دلوقتي، احنا اتكلمنا لغايه دلوقتي احنا فين من العلوم الاخرى، فعرفنا الكواليتي كنترول، الكواليتي اشورنس، الكواليتي سيستمز، التوتال كواليتي مانجمنت. ليه؟ لان المانجمنت اسبيكتس اوف كواليتي مهمه، من كواليتي بلاننج لكواليتي اشورنس لكواليتي كنترول، كل ما يندرج تحت الكواليتي امبروفمنت دول كلهم مهمين. قارنا ما بين احنا عرفنا اصلا الديفينيشن الكورس بتاعنا الكواليتي انفرسلي بروبورشنال فاريشنز، وطلعنا منها بالكواليتي امبروفمنت، ان انا بريديوس الفاريشنز، وعرفنا ان في فاريشنز راندوم وفي اللي هي اللي احنا بنسميها ديو تو تشانس، والاساينبل كوزس والاساينبل ده هو اللي بنجري وراه في مين، في كريتيكال تو كواليتي كاركترستيك. يبقى لازم اعرف اصلا اطلع كريتيكال تو كواليتي كاركترستيك من الدايمنشنز اوف كواليتي، وكلاسيفايد هي كونتينوس ولا ديسكريت عشان اعرف اسيلكت انا هستخدم ستاتستيكال اناليسيس for variables ولا for attributes. ثم قارنا الامباكت بتاع الكواليتي امبروفمنت للناس اللي بتشتغل بستاتستيكال اناليسيس ريليتيف، لان ان الديزاين اوف اكسبيرمنت تولز وتكنيكس مختلفه تماما عننا، لان الامباكت بتاع بالتارجت فاريشنز مختلف والامباكت بتاعها اعلى، لانها بتبتدي من بروسيس سليمه اصلا. انا شغلتي كلها ان انا بس عايزه اتاكد اصلا ان البروسيس ايه، ان البروسيس سليمه ولا مش سليمه. تعالى هفر لك برضو ايه السلايدز اللي انت عندك، مثلا دي اهي، دي اتكلمت فيها، هفر لك بقى السلايدز بتاعتها. اهو احنا زي ما وقفنا في المانجمنت اسبيكتس، عندك ادي بلان دو تشيك اكت سايكل او الداميك، ودي اللي احنا اتكلمنا فيها، والتوتال كواليتي مانجمنت دي اللي احنا بنقول بيهتموا بالبيلرز بتاعت الناس اللي بتدرس توتال كواليتي مانجمنت، عارفه جدا ان الكواليتي سيستمز واشورنس وكواليتي كنترول ديزاين اوف اكسبيرمنتس مهمه، لكن بتركز على الاستراتيجيز، بتركز على البني ادمين. فلما بص على البيلرز بتاعت التوتال كواليتي مانجمنت، بص كده اهي، ادي البيلرز بتاعت التوتال، يعني كل واحده من دول عندهم شابتر. كاستمر فوكس، يقول لك ازاي تعرف تو ايدنتيفاي الانترنال والاكسترنال كاستمرز، ازاي تو اكستراكت الفويس اوف كاستمر، ازاي تو يوتيلايز الفويس اوف كاستمر. فهتلاقي حتى من ضمن التولز بتاعتها الكواليتي فانكشن ديبلويمنت او حاجه اسمها الهاوس اوف كاستمر، انه بي اكستراكت الفويس اوف كاستمر ويدخله في البرودكت ديفلوبمنت لايف سايكل بطريقه ازاي. التوتال امبلوي انفولفمنت، زي ما قلت لك مين فوكس بتاع البني ادمين، تعرف الانترنال كاستمرز بتوعك وازاي تعمل لهم امباورمنت وتشجيع. البروسيس سنترد، ازاي تركز على البروسيس عشان تقدر تعمل اشورنس. انتجريتد سيستم، خد بالك ان كله مرتبط بكله، فبيقعد يشرح لك يعني ايه انتجريتد سيستم. الاستراتيجيك اند سيستماتيك ابروتش، كونتينوس امبروفمنت، عايز يقول لك ان الموضوع
ما بين ده هي حلقة حتى لو غيرت لازم تتأكد ان التغيير بتاعك ده ادى النتائج بتاعتك، هي كلوزد لوب. ازاي تبني على حقائق، وازاي اصلا تميز ما بين الحقائق وغيرها، وازاي تجمع الفاكتس بتاعتك، الكوميونيكيشن الهوريزونتال والفيرتيكال. فكله بيتكلم على كلام نظري بس ما تستهونش بيه يعني. ده بتبقى التوتال كواليتي مانجمنت دي مراجعة تخينة يعني، لكن كلها بتظبط لك التفكير عشان في الاخر لما تيجي تطبق فعليا يبقى الامور كلها من A to Z organization wide كله متحقق. ايه متحقق مظبوط. فهنا بقى هو بيقول لك ادي ال total quality management ده it involved into a broader spectrum of شوف هو concepts و ideas بس ده total quality management بيركز على ده بس involving organization and workshop work culture customer focus supplier quality improvement integration بتاعت ال quality system with business goals. ازاي تربط ما بين ال documentation وال processes وال procedures وال work instructions مع ال business goals بتاعتك and many other activities to focus ايه بقى all elements of the organization around the quality improvement goal. ودي احد امثله مش هنشرحها بقى دي الناس توتال كواليتي مانجمنت، لكن بس عشان لو قابلت كلمه كواليتي فانكشن ديبلويمنت يعني شوف هنا اول شوف الانبوت بتاعه ايه، بيدخل الكاستمر ريكويرمنت اهو وده بيتحولها لديزاين ريكويرمنت، ثم الديزاين ريكويرمنت يحولها لانجينيرنج بارامترز والانجينيرنج يحولها لكاركترستكس والكاركترستكس يحولها لمانيفاكتشرنج. شوف البدايه ايه، البداية الفويس اوف كاستمر وبي ديبلوي ات اهي ديبلويمنت يعني بي 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 بي, بي ما اعرفش بقى اترجمها كلمه واحده انجلش ازاي، زي الديبلويمنت بتاعت التروبس بتاعت الجيش بيدخلها كده بينفيوز ات في مين، في كل مراحل البرودكت ديفلوبمنت لايف سايكل بتاعته. فده اللي بيدرسوه اللي هم التوتال كواليتي مانجمنت. في مسمى ليها تاني اسمها هاوس اوف كواليتي لانها على شكل بيت يعني، دي بتبقى فيها سكيلز وحسابات عشان يقول من اللي الكاستمر قاله انا مين المهم ومين اللي مش مهم، وابتدي فيها شويه ارقام يعني. واتكلمنا احنا بقى على الايزو، وهنا بقى شارح لك بس شويه هيستوري يعني الايزو والديفينيشنز بتاعتها والمثال اللي احنا شرحناه بتاع الجامعه والريكويرمنتس والسيرتيفيكيشن، وشفنا الاي ام سي اللي هي بتدي اغلب بتبقى جزء كبير منها انها بتهيئ المؤسسه للستاندردز المختلفه، والسيكس سيجما اهي من اهم، هي السيكس سيجما مثلا كانت من سنه 87 مثلا، لكن ده مش معناه ان علوم الكواليتي ده انا طلعت لك العلوم الكواليتي من 1700. فبيقول لك الفوكس بتاعت السيكس سيجما على البروسيس امبروفمنت ويز ان امفاسيس على ايه اتشيفينج سيجنيفيكانت بزنس امباكت. ازاي اهو اجيب لك الفرق ما بين الاثنين، وادي اللين القراءه بتاعت اليمينيتنج الويستس اللي هي نون فاليو ادد، وادي الاستاذ اونو مشهور جدا في الناس اللي بتدرس اللين بيقول لك اهو انا قلت لك اللين انت بتعمل ايه؟ بتبص على من ساعه ما عمل الاوردر لغايه ما بتفولفيل الاوردر. All we are doing is looking at the timeline اهو، عشان كده الفوكس بتاع اللين على التايم. All we are doing is looking at the timeline from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash and we are reducing that timeline by removing a non-value added. عند non-value added ده اللي هي اللي احنا بنسميه الويستس. ادي دي انا جبت لك مره في الامتحان قلت لك compare between the different objectives، اجيب لك كده جبتها في الامتحان قلت له lean with six sigma both they are tools of quality improvement بس different بس they are utilizing different tools and techniques لان في different objective. فرق ما بين الاوبجكتيف ما بين الاثنين اهو، اللين الاوبجكتيف بتاعه ايه؟ بيريديوس الويس عن طريق انه بيركز على التايم لاين، لكن السيكس سيجما شوف حتى السيكس سيجما يلزق فيها دميك على طول. السيكس سيجما ايه؟ بيليمينيت الديفكتس او بيريديوس الفاريابيليتي، ده ستاتستيكال اناليسيس عن طريق انه بيعمل ايه؟ بيركز على الفاريشنز، لكن هنا بيركز على التايم، لكن الاثنين بيعملوا quality improvement اهي variation reduction. هنا لين مرتبطه بالطعم تمام. المره الجايه بقى هنبتدي بايه؟ المره الجايه بقى خلاص بقى يعني هناخد يمكن نص المحاضره هي تولز، بس بالنسبه لي تولز بسيطه حاجات بقى يعني
اعتبر كده كاننا هنبتدي المنهج فعليا من المره الجايه. فالمره الجايه بقى هنبتدي خلاص، مش هنخش بقى ترمينولوجيز وديفينيشنز، هنبتدي بقى باشهر حاجه بيسموها الماجنيفيسنت 7 اس بي سي تولز. تولز بسيطه جدا على فكره، مش احنا بس اللي بنستخدمهم، يمكن في ناس منكم سمعوا بعض التولز منها، اللي هي اشهر 7 تولز، اللي هي بقى ايه، يقول لك التشيك شيت، الهيستوجرام، الستيم ليف، اللي انت المفروض اصلا تكون سمعتهم في البروبابيليتي ستاتستكس اصلا، وحاجات تانية ما سمعتهاش زي الديفكت كونسنتريشن دايجرام، الكوزن ايفكت دايجرام، السكاتر، الكنترول شارت. وبعدين الجزء الثاني من المحاضره هناخد بقى كنترول شارت بالتفصيل، ده اللي هنقعد لسه فيه 3 محاضرات لغايه عندك ايه 3 4 محاضرات نخلص الكنترول شارت، لان ده بقى ستاتستيكال اناليسيس فيها. فيبقى المره الجايه ان شاء الله باذن الله هنبتدي بقى نتكلم في بعض التولز البسيطه اللي ممكن توظفها في اغلب حتى توظفها في المشروع بتاعك. نتعرف عليها، اللي في ناس بتحطها، انا عن نفسي بحس انها ما بترتقيش تبع الاس بي سي، يعني جزء منها كبير يعني الناس بتدرسه في البروبابيلتي اند ستاتستكس بس. بس معلش، عشان ان اغلب المراجع بتسميها الماجنيفيسنت 7 اس SPC tools، فنتعرف عليهم سريعا بداية المحاضرة الجاية ان شاء الله، ونبتدي بقى نخش في الايه، في theory behind الايه، لان انا ما اقدرش اطلع لك معادلة او اقول لك احنا هنشتغل في المعادلات دي من غير ما تفهم اصلا المعادلات دي جات منين، وتفهم اصلا انا ليه بمشي في السكة دي، ليه برسم الرسمة دي، ليه بعمل خط رأسي ولا خط افقي. يبقى ده بقى اللي هنشرحه عشان ما اقدرش اخش في المعادلات قبل ما نبتدي نشرح الثيوري بيهايند الاستاتستيكال اناليسز من ضمن ايه احد الابلكيشنز بتاعت الاس بي سي اللي هي الكنترول تشارتس. فده نقدر نقول بقى بدايه المنهج فعليا كده، نقدر نبتدي المره الجايه، لكن ما فيش اي كلمه انا قلتها الا ما هسال فيها يعني. فده المره الجايه ان شاء الله باذن الله. حد عنده ليا اي تساؤل او اي ملاحظه؟ وزي ما قلت لو عندك اي تعليق بلغني، بلغ المندوب، انا يهمني في الاخر ان انت تستفيد. حد عنده اي تعليق؟ اوكي، ناخد 10، مش هنطول احنا لسه يعني المره الجايه بقى اللي هنشتغل السكشن كامل، لان السيفن ماجنيفيسنت تول دي نقدر بقى نحل عليه، لكن احنا لغايه دلوقتي ما اتكلمناش يعني على حاجه، فمش هنطول ربع ساعه ولا حاجه في السكشن. وبالتالي ما فيش بكره بقى، يبقى احنا زي ما خلاص زي ما اتفقنا، زي ما قلت لشادي، احنا دكتور خلاص عمرو وافق على السيستم بتاعنا، فاحنا شغالين كالاتي. طبعا ما شاء الله 5، مش هقسمكم في السكشن، انا ما اعرفش الحضور كده ليه. زي ما قلت لو الحضور نتيجة مشكلة بلغني نحاول نحلها، لو الحضور لان انت بترتاح للتسجيل حاجة معينة خلاص انت قادر انف ان انت عارف مصلحتك، لكن عدم وجود الحضور لمشكلة ما، لا يا ريت تبلغوني واحاول احل لك المشكلة، ما عنديش مانع خالص. فطبعا 5 خلاص هو سيكشن واحد، لكن برضه في المقابل لان عددنا اصلا 58، ففي الطبيعي ان المفروض ان انت اصلا بيبقى عندك معادين. فزي ما اتفقنا احنا معادنا النهاردة محاضرة من 8 ل 10 والسيكشن من 10 ل 12، وهيبقى موجود موجودة انا بكرة من 8 ل 9 ونص. واضح كده طبعا ان مش محتاجين نتقسم، فهبقى انا متواجدة يوم الاربع، كل اربع ان شاء الله، بس مش من الاربع ده بقى احنا لسه ما اشتغلناش في حاجة، من الاربع الجاي ان شاء الله هبقى موجودة من 8 ل 9 ونص، فاتحة اونلاين تيمز زي ده. ليه بقى؟ ان انا لما اشتغل في السكشن دايما حتى الخمسه اللي موجودين قدامي دول ممكن يكون حد اسرع من حد، فبيتكسف انه يقول لي ان انا ما خلصتش، فخلاص نشتغل عادي بريت متوسطه. لكن لو انت حسيت ان انت محتاج تسال اكتر، او في حاجات ما فهمتهاش، او عايزني امشي معاك خطوه خطوه تاني بطريقه ابطا، يبقى انا متواجده، يبقى خلاص اللي فهم ما نضيعش وقته، فهم وحل ومشي. اللي عنده مشكله يجي لي يوم الاربعاء من 8 ل 9 ونص ابقى فاتحه اونلاين، لو عندك حاجه بلغني، لو الناس ما جاتش خلاص هقفل وامشي. فده الايه السيستم هيبقى ماشي، لان انا عملت من 8 لان انتوا قلتوا لي عندكم حاجه من 12، فانت كده كده لازم تصحى بدري يعني. فيبقى لو فعلا عندك حاجه تشتغل معايا من 8 ل 9 ونص وتبقى ايه وتمشي، لان طبعا واضح ان احنا كده مش محتاجين بالحضور الاونلاين ده، واضح ان احنا مش محتاجين، لكن خليها برضو للناس اللي ايه اللي بتبقى محتاجه بيرسونال فيدباك، يبقى انا متواجده لاي حد عنده تساؤل بقى سواء كان في السكشن او في المحاضره كل اسبوع يوم الاربعاء من 8 ل 9 ونص، كانها بدل السكشن الثاني بدل الحضور بالعدد الممتاز ده.
طيب ناخد بريك 10 زي ما قلنا، مش هنطول ربع ساعة بالكتير لأن احنا لسه ما قلناش حاجة تمشينا يعني. نقفل الشيت الأولاني يعني، نشوف كده النقط بتاعته فيها ايه. اوكي 10 ونكمل، لو الناس انترستد تكمل معايا ربع ساعة الأخرانية.